أولى القاهرة يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة نهاية الأسبوع الخميس 21 يوليو. صباح الخير يا جوبانا. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وكل إعلاميين مصر بخير، كل سنة وكل أبناء ماسبيرو وبخير. النهاردة الذكرى 62 لأول بث للتلفزيون المصري واللي انطلق في 21 يوليو عام 1960، ومن وقتها ولحد النهاردة هيفضل ماسبيرو رمز وطني بيدل على الرياضة المصرية وقوتها الناعمة. هيفضل ماسبيرو بيقدم لجمهوره في مصر وكل الوطن العربي البهجة والمتعة والوعي والابتسامة والمعلومة. 62 سنة يا جمانة من التأثير، 62 سنة من العطاء والإبداع والريادة. ماسبيرو مش بس مجرد مبنى ماسبيرو أو التلفزيون المصري، لأن ماسبيرو هو أقوى قوة ناعمة في مصر، ومن بعده بيجي الفنون وبتيجي الثقافة والدراما والسينما. ليه؟ لأن باختصار شديد أو ببساطة ماسبيرو هو اللي بيقدم الفنون والثقافة للناس، وهو اللي بيقدم الوعي والفخر بالإنجازات والتاريخ وأصالة الشعب المصري بكل فئاته. بنتكلم على مبنى هو الأقدم في الشرق الأوسط وإفريقيا. طبعا يا عبد الصمد، وزي النهاردة زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، زي النهاردة سنة 60 وتحديدا الساعة 7 بالليل بدأ البث الرسمي للتلفزيون المصري. يعني أعتقد ما فيش حد ما يفتكرش سلوى حجازي ولقاء المشاهير، أماني ناشد ومجلة الإذاعة والتلفزيون، نجوى إبراهيم، وبنتكلم طبعا مع حفظ الألقاب لكل هذه القامات، نجوى إبراهيم وبرنامج فكر دقايق واكسب ثواني، بنتكلم على كلام من ذهب، اخترنا لك، تاكسي السهرة، يعني أعمال كتيرة قوي وبرامج كتيرة قوي كانت بتشكل وعي حقيقي وكان فيها قدر كبير من الثقافة. ده غير طبعا يعني أساتذتنا في قراءة الأخبار، بنتكلم على الأستاذة همة مصطفى، أحمد سمير، الأستاذ محمود سلطان رحمة الله عليه، بنتكلم على خيري حسن، الأستاذ مسعد أبو ليلى، أسامي كتيرة قوي كلها قامات كانت فعلا حقيقي يعني بتثبت أن أبناء ماسبيرو هم أصحاب التجارب الإعلامية المهمة في مصر وكمان المحطات العربية، لأن هم الأساس اللي اتبنى عليهم معظم الشبكات والتلفزيونات في المنطقة كلها بشكل عام. كل سنة وكل أبناء مبنى الإذاعة والتلفزيون بألف خير، كل سنة وكل الإعلاميين بألف خير طبعاً يا جمانة. طبعاً أكيد، يعني كمان إحنا الحقيقة سعداء جداً نحنا بنصحب حضراتكم النهاردة باحتفالنا بذكرى 62، يعني 62 سنة من التأثير زي ما كنا بنتكلم في البداية. احنا سعداء جدا انا وعبد الصمد ان احنا بنسحب حضراتكم النهارده، وشرف لينا ان احنا نكون موجودين النهارده. صباح الخير يا مصر. طبعا اكيد ده شرف لينا، ونتمنى بس ان احنا نكون حتى ربع هذه القامات اللي يمكن عبد الصمد ذكر جزء منها. يعني شرف لينا ان احنا نكون موجودين مع حضراتكم، بنطل عليكم من خلال شاشه القناه الاولى ومن خلال صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه صباح الخير والسعاده، وصباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنشكر الكينج محمد منير على إهدائه لبرنامج صباح الخير يا مصر لأغنية للي. يمكن محمد منير هيظل
هو أحد أهم الأصوات اللي بتمثل الهوية المصرية، وبيظل يعني متربع على عرش الأغنية المصرية. صح يا جماعة؟ كل تأكيد طبعاً الكينج. صح. الملك محمد منير يعني. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لليندا عشان نتعرف معاها على إيه آخر أخبار الطقس، العملات، أسعار الذهب، ايضا المرور. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير جوانا. صباح الخير احمد. معاكي اخبار كتير يعني كالعاده الحقيقه. يهمنا كلنا الطقس فيها يعني. هو بالنسبه للطقس في انخفاض طفيف في درجات الحراره بقيم بتتراوح ما بين درجه لدرجتين بس، في القاهره هتكون درجه يعني. امبارح القاهره سجلت 36، النهارده بتسجل 35. طب الرطوبه ايه؟ عالية طبعاً. شكراً ليندا فتحي. لحد شهر 8. أوكي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات. ودلوقتي الناس بدأت تنزل، هنشوف على الخريطة اللي هتظهر دلوقتي، وهنبتدي جولتنا من القاهرة وتحديداً من كوبري أكتوبر المتجه لمنطقة الإسعاف ورمسيس، هنلاقي سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر في برضو سيولة مرورية مع ظهور بعض الكثافات المرورية البسيطة. لو رحنا لطريق صلاح سالم في سيولة مرورية اللي لو كملنا لحد الآخر هنلاقي بعض الكثافات البسيطة. أما مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم مغلق لحد منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامناً مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءاً من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولاً لميدان الفاروق ذهاباً. ولو عدينا على طريق الكورنيش هنلاقي هناك بعض الكثافات المرورية عند المظلات، وبيكون في سيولة مرورية بتقل بشكل تدريجي بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لحد ميدان التحرير. واللي مكمل في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وهناك في كثافات مرورية نسبية على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، لكنها متحركة، ونفس الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة، وكمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. أما شارع الهرم فبيشهد سيولة مرورية من شارع العشرين والحد الطلبية. هنروح لمحافظة القليوبية وتحديدا من شبرا الخيمة، وبيشهد شارع أحمد عرابي بعض الكثافات المرورية. هنفضل ماشيين لحد ما نطلع الكوبري، وهناك هنلاقي الكثافات بدأت تقل بشكل كبير. أما طريق شبرا بنها الحر فبيشهد سيولة مرورية، وهتظهر بعض الكثافات البسيطة مع منتصف الطريق. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية، وهنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي كثافات مرورية عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع الشارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.95، أما الشراء فسجل 18.87. اليورو البيع سجل 19.32، أما الشراء فسجل 19.24. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.69، والشراء سجل 22.59. الفرنك السويسري البيع سجل 19.54، والشراء سجل 19.44. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5.04، والشراء سجل 5 جنيه وقرشين. الدينار الكويتي البيع سجل 61.63، والشراء سجل 61.29. وأخيراً الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.16، والشراء سجل 5.13. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 838 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 978 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1118 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 7824 جنيه.
خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي نشاط للرياح على سواحل البحر المتوسط، وده هيؤدي لارتفاع الأمواج بقيم بتتراوح من متر ونص لمترين ونص. كمان النهاردة في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في الإسكندرية 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. بنرحب بحضراتكم من جديد، وكالعادة بنبدأ معاكم صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في بلغراد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. وأكد سيادته اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع صربيا والارتقاء بها في كل المجالات واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين. أيضا امبارح الرئيس الصربي قلد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام جمهورية صربيا. كمان امبارح تم عقد جلسة مباحثات موسعة ما بين وفدي البلدين برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصربي. تم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال هذه الجلسة ومذكرات التفاهم بين مصر وصربيا في عدد من المجالات، منها الزراعة والبيئة والاستثمار والثقافة والفنون والإعلام والتعليم والتعليم العالي. أيضا في نفس السياق، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال زيارته لصربيا التقى مع إيفيتا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي، وأكد سيادته أنه بيتطلع لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وصربيا على مختلف الأصعدة، وأيضا تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك. خلينا نتابع نشاط الرئيس السيسي امبارح ونرجع لحضراتكم على طول. في ثاني أيام زيارته للعاصمة الصربية بلغراد، استقبل السيد ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر صربيا الرئاسي. وقد أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عصف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. بحث فيها الرئيسان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وقد قلد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام جمهورية صربيا، بما يعكس علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين على مدار التاريخ.
كذلك شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا أعرب فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير سيادته لحرص صربيا على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. كما اصطحب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة بمعرض أرشيف وثائق دولة صربيا وأرشيف وثائق دولة يوغوسلافيا، والتي تتناول العلاقات الدبلوماسية المصرية الصربية اليوغوسلافية على مدار التاريخ. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الصربية بلغراد في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية. وقد أعرب السيد الرئيس عن ترحيب سيادته بهذا الحدث الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وصربيا، مؤكداً حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الصربية وتنمية الاستثمارات المشتركة بينهما. Egypt. The instant you rise, fall on it. كما تم عرض فيلم تسجيلي حول مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر واستعراض الفرص الواعدة للاستثمار فيها. من جانبه أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن ثقته في وجود فرصة كبيرة للتعاون المشترك مع مصر بالنظر إلى علاقات الصداقة المتبادلة بين البلدين الصديقين، كما أنه يفتخر بوجود قائد بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهمته المباشرة في تعزيز تلك العلاقات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لصربيا مع السيد إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي، الذي أعرب عن ترحيبه بالسيد الرئيس وبعلاقات الصداقة التي تشمل مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني. وقد حرص الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على إقامة مأدبة عشاء تكريما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس صربيا، وقال سيادة الرئيس انه تم التوافق على مواصلة المشاورات السياسية والاقتصادية والفنية والعلمية بين البلدين، وكمان تم التأكيد على أهمية إيجاد بدائل وحلول لتجنب الشعوب آثار الأزمات الروسية الأوكرانية. تعالوا نشوف كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز ألكسندر، السادة الوزراء، أعضاء الحكومة الصربية، إنه لمن دواعي سروري أن أحل ضيفا على بلدكم للمرة الأولى، وأود الإعراب عن عميق امتناني للضيافة الكريمة من جانب فخامتكم والحكومة الصربية والشعب الصربي العظيم. واسمح لي فخامة الرئيس أن أنا أقول لك أن إذا كانت صربيا بتحب وشعبها بيحب مصر، فبرضو الشعب المصري بيكن كل الاحترام والتقدير والمحبة للشعب الصربي، ونتمنى أن احنا نستقبل المواطنين الصربيين في مصر ضيوفا علينا في المقاصد السياحية، يشوفوا بلدهم الثانية مصر. يعني أتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة خلال هذه الزيارة، والتي تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا. أود أن أؤكد على تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات، في ضوء ما يربط بلدينا من علاقات تاريخية ثرية، سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1908، أو على مستوى متعدد الأطراف من خلال دورهما البارز
في تأسيس حركة عدم الانحياز، والتي احتفلت صربيا في شهر أكتوبر بالذكرى 60 لأول مرة استضافته بلغراد للحركة. واسمح لي أقول فخامة الرئيس، في مصر الشعب المصري كله يعرف أن صربيا تعني جوزيف تيتو بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مكانة عظيمة لهذا الزعيم الرائع العظيم الملهم الذي تمكن هو والرئيس عبد الناصر والرئيس نهرو من وضع لبنة عدم الانحياز في العالم لأول مرة. فخامة الرئيس، أود الإعراب عن تقديرنا للحرص الذي لمسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، وزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين بلدينا خلال السنوات الماضية، والذي انعكس في عدد من الزيارات رفيعة المستوى من قبل مسؤولي البلدين، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصلحة شعبهما. وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين، ولوضع إطار استراتيجي متكامل تضمنه الإعلان المشترك الصادر عن الزيارة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والذي يحمل أيضا تصورا مشتركا لمختلف أوجه التعاون في كافة المجالات وسبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين. ولقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية المشاورات السياسية بين البلدين واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، وذلك لأهميتها في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الصعيد الدولي، تبادلنا الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، كما تناولنا قضايا موضوعية متعددة تشمل سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على اقتصادات الدول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التداعيات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوي بما يحقق مصالح شعبي البلدين. وفي هذا الصدد، يقوم الموقف المصري على أساس تناول كافة السبل المؤدية والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وتناولت المباحثات أيضا جهود مصر في حشد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، وهو ما انعكس في حرص مصر على استضافة قمة المناخ العالمية COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ونتطلع لمشاركة فخامتكم فخامة الرئيس فيها في سبيل المساهمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض. فخامة الرئيس، اسمحوا لي ختاما أن أعرب عن تقديري لضيافتكم الكريمة في بلدكم الصديق، والامتناني لفخامتكم بمنح وسام جمهورية صربيا، معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويولد مزيدا من قوة الدفع للصداقة الممتدة التي تجمع بين شعبينا وبلدينا. شكرا لكم فخامة الرئيس. شكرا. أيضا أمس شارك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي بمشاركة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختلفة في صربيا. وقال سيادة الرئيس أن النقلة النوعية التي تشهدها مصر في القطاعات التنموية المختلفة تعكس الإرادة القوية لدى الدولة بمكونيها الحكومي والشعبي. عن التعاون بين مصر وبين صربيا، أنا هتكلم معكم كده من قلبي لكم، سواء كان للمصريين أو كان لأصدقائنا رجال الأعمال الصربيين. مصر بلد
يعني تعداد السكان فيها دلوقتي تقريبا حوالي 104-105 مليون، وبنزيد تقريبا كل سنة 2 مليون أو أكتر، وهي سوق كبير الحقيقة. لكن المهم في ده كله إن هي بتسعى شعب وحكومة وقيادة إلى تغيير الواقع بتاعها إلى أفضل، ومستعدية إنها تتعاون في هذا المجال في كافة المجالات مفتوحة. وأنتم يعني رجال أعمال ودولة متقدمة، لديكم الكثير في مجال الصناعة ومجال الزراعة. أديكم مثال على سبيل المثال، في الزراعة احنا عندنا برنامج شغالين فيه دلوقتي لزيادة حوالي يعني 2.5-3 مليون فدان خلال سنتين، وبالتالي المنتجات الزراعية المصرية اللي ممكن تكون يعني تحتاجها صربيا هتبقى متاحة في مصر. وإذا كان في النهاردة بنتكلم على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي أو تجارة حرة بين البلدين، كل الكلام ده بيصب في مصلحة إن نشجع رجال الأعمال في كلا البلدين من القطاع الخاص على العمل. أنا بكلمكم على سبيل المثال في 100,000 فدان صوب زراعية، ما فيش حد في العالم عنده الكمية دي موجودة وتبقى متاحة للإنتاج، أي إنتاج سواء كان لمصر أو للصربية، والاستزراع السمكي وحاجات أخرى كثيرة جدا. مجال الصناعة لدينا الكثير، وزي ما بقول لكم بلد سوقها كبير قوي، وبالتالي قبل ما تكون في اتفاقيات تجارة حرة مع إفريقيا ومع الدول العربية، هي أيضا تمثل سوق كبير قوي لأي منتجات ممكن تبقى مناسبة لهذا السوق. فاللي أنا بقوله إن في إرادة سياسية بيني وبين فخامة الرئيس على إن إحنا نطور تعاوننا في المجالات المختلفة، وبالتالي إحنا بنشجعكم على إن أنتم تتحركوا في معانا في هذا المجال، ونشجعكم على كده، وأي عقبات تواجهكم هنبقى إحنا مسؤولين إن إحنا يعني نزلها من أمامكم. يعني في مصر خلال في نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وده كان في إطار تصويب الأداء الاقتصادي للدولة المصرية بعد فترة صعبة مرت بمصر في 2011. والحقيقة نجحنا مع الصندوق في هذا من خلال برنامج وطني جيد، ودخلنا بعد كده وكان معدلات النمو تقريبا بتصل من 5.5-6%، وكان الأمور هتبقى يعني مطمئنة جدا جدا لو استمرنا بهذا الشكل. جت أزمة كورونا واستمرت معدلات العمل في مصر بنفس المستوى، لم يتم التوقف. خدنا الإجراءات الاحترازية صحيح، ولكن استمرت معدلات العمل دون توقف في كافة المجالات. وقلنا خلاص، جينا في أول السنة دي حققنا حوالي 9% معدل نمو، وقلنا إن الأمور هتبتدي تتحسن، ولكن الأزمة الأوكرانية جت فيعني لها أثر وتداعيات. اللي أنا عايز أقوله إن الاقتصاد المصري تلقى صدمتين هائلتين خلال استمروا 3 سنوات تقريبا، ولكن استطاع إن هو يعني يصمد أمامهم ويتحرك بشكل جيد. أنا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا إن في إرادة عندنا في مصر، مش فرص بس، لا، في إرادة للنجاح، وإحنا حريصين على إن إحنا نتجاوز وننمو بشكل ونحقق لشعوبنا في مصر، وحتى أكيد فخامة الرئيس هنا ما ينبغي أن يتحقق. يعني فما قلتش كلام كتير، ولكن إحنا عايزين نستقبلكم في مصر، ويبقى في فرصة إن أنتوا نقدم لكم ما لدينا تشوفوه بعينيكم، لأن اللي حصل خلال 8 سنين اللي فاتوا دول من عمل، يعني أكلمكم عن مثلا العناصر اللي ممكن تنجح أي نشاط ممكن تكون عايزين تعملوه في مصر. هيبقى محتاج إيه؟ هيبقى محتاج على سبيل المثال طاقة مثلا. كان عندنا مشكلة طاقة غربية، وكنت بكلم فخامة الرئيس وبقول له إن إحنا يعني في 2014 كان عندنا نقص في الطاقة الكهربائية، وكانت مشكلة بقى لها 7-8 سنين في مصر. لا، دلوقتي ما فيش كلام ده، احنا عندنا ما يقرب من 60,000 ميجا، وعندنا حوالي 25% من الطاقة الكهربائية متوفرة. نفس الكلام ينطبق على الغاز، كان برضو عندنا نقص في الغاز، لكن الحمد لله لدينا فائض وبيتم تصديره دلوقتي. ده انا بتكلم على الطاقة اللي هي لازمة لأي صناعة وأي مستثمر عايز يتحرك. بالإضافة لكده الحقيقة خلال
سبع ثمان سنين اللي فاتوا دول اتعملت بنية تحتية أنا بقولها بتواضع هائلة. احنا عملنا ما يقرب من 6000 مشروع يتكلفوا حوالي 8 تريليون جنيه عشان نأهل الدولة المصرية لأن هي تكون جاهزة للعمل لشعبها، وأيضا تشجع المستثمرين على أن هم ييجوا يجدوا فرص موجودة في مصر. في بنية أساسية متطورة أقدر أقول في مواني ومطارات تستطيع أنها تستقبل بشكل حديث ومتقدم أي حجم من التجارة وأي حجم من الحركة، طرق للربط بين الكلام ده سواء كان بالسكك الحديدية. ولسه كنت بقول لفخامة الرئيس دلوقتي إن إحنا بصدد إنشاء أكبر شبكة قطارات كهربائية حوالي 2000 كيلو، يمكن خلال سنتين ثلاثة نكون افتتحنا أو سنتين نكون افتتحنا المرحلة الأولى منهم حوالي 450 كيلو، ثم بعد سنتين كمان يبقى افتتحنا المرحلة الثانية والثالثة. الخلاصة أنا عايز أقولها لكم إن إحنا عايزينكم ومحتاجينكم وسعداء بالتعاون معكم. هنشوف فيلم صغير كده عن جزء يسير من الجهد اللي اتعمل. إحنا بنتكلم على مدن زي ما قلت عدد إحنا بننمو كتير، يعني نمونا 2 مليون وشوية، وبالتالي محتاجين يبقى في نمو في المدن عشان الزحام اللي كان موجود في القاهرة قبل كده وفي بعض المدن الأخرى يتراجع وينتهي، وده اللي احنا ماشيين فيه وتقريبا حققنا فيه إنجاز كويس. مرة تانية أنا سعيد بلقائكم، أنا ما قلتش كتير لكن بقول لكم مصر بترحب بيكم زي ما أهل جراد بترحب بينا، والفرص اللي موجودة هنا هي فرص لينا، والفرص اللي موجودة في مصر هي فرص موجودة ليكم، وإحنا دورنا كحكومة وكمسؤولين عن البلد إن احنا نيسر لكم العمل حتى تحققوا النجاح اللي هو نجاحكم هيبقى نجاحنا أكيد يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية لأخبارنا الداخلية، إدارة الشؤون المعنوية نظمت ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع ممثلي وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي، وده كان في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لتوعية وتنوير الشباب المصري لما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر مستمرة معكم لغاية الساعة 10 صباحا، استنونا. مشاهدينا مرة تانية وجه دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما بالليل فالطقس هيكون معتدل رطب على كل الأنحاء. دلوقتي مشاهدينا خلونا نروح ونتابع درجات الحرارة المتوقعة، والبداية هتكون من القاهرة بتسجل العظمى في القاهرة 35 والصغرى بتسجل 25، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى بتسجل 24، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى بتسجل 24، سيوة العظمى 37 والصغرى بتسجل 23، بورسعيد العظمى 32 والصغرى بتسجل 25، دمياط العظمى فيها كمان 32 والصغرى بتسجل 25، الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 25، السويس العظمى 35 والصغرى بتسجل 25. هنروح للعريش العظمى فيها بتسجل 32 والصغرى بتسجل 24، طابق العظمى 36 والصغرى 25، سان كاترين العظمى 36 والصغرى بتسجل 19، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، الغردقة العظمى 38 والصغرى بتسجل 29، الفيوم العظمى 36 والصغرى 24، بني سويف العظمى 36 والصغرى بتسجل 25، المنيا العظمى 37 والصغرى بتسجل 25. هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 37 والصغرى بتسجل 24،
سوهاج العظمى 38 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 39 والصغرى 26، الأقصر العظمى 40 والصغرى 27، أسوان العظمى فيها 41 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 25، شلاتين العظمى 37 والصغرى بتسجل 26، وأخيرا حلايب العظمى 35 والصغرى بتسجل 27. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وجو معنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرك يا ليندا، شكرا جزيلا، واكيد هنرجع لك مره ثانيه على مدار الحلقه. شكرا. شكرا ليندا. طيب لسه مكملين معاكم جوله الاخبار، لان امبارح كان في مجموعه من الاخبار الهامه ابرزها الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اللي تم فيه الموافقه على انشاء صندوق هيئه قناه السويس، كمان تم الموافقه على تعديل سن استخراج البطاقه الشخصيه ليصبح 15 سنه بدلا من 16 سنه. كمان زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين. تعالوا نشوف تفاصيل في التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أهمها ترأس الدكتور مصطفى مدبول اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة. خلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، بحيث تكون ليه شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية. امبارح برضو وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين اللي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، من بينها تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلاً من 16 عام، ويكون التقدم للحصول على البطاقة خلال 6 شهور من تاريخ بلوغ السن. برضه امبارح وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح ليهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج سكن لكل المصريين في إعلانات الحجز المقبلة، علشان تواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وبالتالي بقى الحد الأقصى لفئة منخفض الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وبقى الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب و18000 جنيه شهرياً للأسرة. كمان امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقرير حول الموقف الوبائي الحالي لفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وشدد رئيس الوزراء على أن معاودة تزايد الإصابات بفيروس كورونا بتؤكد أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات خاصة في أماكن التجمعات، مع الاستمرار في تلقي اللقاحات اللي بتحرص الدولة على توفيرها. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لرفع السعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع تحريك أسعار السولار. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين اللي أكدت أنه بيتم صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمس قروش فقط دون أي زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة السولار وسددها لأصحاب المخابز. ونروح لوزارة الداخلية اللي أعلنت أمس اكتمال عودة بعثة حج القرعة من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، واللي شهدت السنة دي العديد من الخدمات والتيسيرات في المشاعر المقدسة وفي أماكن الإقامة اللي كانت مجهزة بكل وسائل الراحة. رحلة حج هذا العام والتي أشرفت عليها وزارة الداخلية كانت متميزة في خدماتها والتيسيرات التي قدمت للحجاج طوال فترة آداء المناسك، فقد كانت إقامتهم في فنادق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة، وتتميز بقربها من الحرم النبوي الشريف بالمدينة والمسجد الحرام بمكة المكرمة. كل حاجة منظمة من أول ما طلعنا من هنا، وترتيب الأوراق وترتيب الشنط واستلام الشنط هناك واستلام أماكن الإقامة، الحاجة كلها كانت مترتبة وفي حرفية جامدة وفي متابعة جامدة جدا من المسؤولين عن البعثة. يعني الصراحة ما شاء الله أول مرة أشوف فنادق عالية ما شاء الله ونظام وتنظيم ما شاء الله، الله ينور عليكم. وقد حققت بعثة حج القرعة نجاحا كبيرا في توفير الخدمات للحجاج، بخاصة بتوفير حافلات مجهزة بكافة وسائل الراحة لتفوجهم من المدينة لمكة،
وتنقلاته من مختلفة بين المشاعر المقدسة، وهو ما أشاد به. الحمد لله الدنيا كانت لطيفة جدا، والحمد لله نزلنا في أعلى الفنادق سواء في المدينة سواء في مكة. غير التسهيلات بقى وسائل المواصلات، الدعم بقى المعنوي والدعم المادي والدعم الغذائي وكل حاجة، بصراحة ما أثروش معنا في أي حاجة، ربنا يبارك لهم. الضباط يعني كانوا بيواصلوا الليل بالنهار عشان تذليل كل العقبات، ما سابوناش ولا دقيقة. الضباط أحلى مستوى زي ما تقول جول في المعامل، ممتاز معنا على طول في كل دقيقة، وكل دقيقة بالليل متواجدين وبالنهار متواجدين في الفندق، ويطلعوا يقولوا لنا عايزين حاجة، ناقصكوا حاجة. أفواج حجاج القرى عادوا إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج متمتعين بالصحة والعافية دون أي مشكلات واجهتهم أثناء أداء المناسك. فقد استقبل مطار القاهرة الأفواج الأخيرة من الحجاج لهذا العام قادمين من مطار جدة، وجوههم تعلوها الإشراق والبسمات. فقد أدوا فريضة الحج وسط تيسيرات قدمتها لهم بعثة حج القرعة تحت إشراف وزارة الداخلية خلال 21 يوماً قضوها بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ليكتمل بذلك عودة ضيوف الرحمن لأرض الوطن. صراحة كانت رحلة رائعة جدا، الحمد لله بركة من عند ربنا ان احنا كنا من ضيوف الرحمن السنة دي، والتنظيم كان رائع جدا الحمد لله. صراحة تنظيم ورعاية وكل حاجة شفناها كويسة، بصراحة رحلة كانت جميلة يعني الحمد لله. الرحلة ما كان فيها عيب، والله الأكل لا فيه عيب ولا الفنادق فيها عيب ولا الرحلة فيها عيب. بشكر وزارة الداخلية عن تنظيم رحلة الحج في البلد، لأنهم فعلا عملوا مجهود، نتيجته إن احنا راجعين ما احناش تعبانين. ألف شكر لوزارة الداخلية، ألف ألف شكر. هكذا كانت الرحلة الإيمانية لهؤلاء الحجاج ميسرة، كانوا فيها ضيوفا على الرحمن، عادوا وكل واحد منهم يرجو أن تكون صحيفته بيضاء كبياض المشهد على صعيد عرفات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. من بين أيضا الموضوعات الهامة معانا النهاردة في صباح الخير يا مصر، وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفلت باليوم الخاص بيوم القمر العالمي، وده يوم دولي حددته الأمم المتحدة وبيوافق الذكرى السنوية لأول هبوط بشري على سطح القمر في إطار مهمة أبولو 11 اللي أرسلت إلى القمر. تعالوا نشوف التقرير التالي. قفزة عملاقة للبشرية، أول كلمة من على سطح القمر قالها الرائد الفضائي نيل أرمسترونغ، وهو أول من هبط على سطح القمر يوم 20 يوليو سنة 1969، يعني من 53 سنة. ومن ساعتها توالت الأبحاث والاكتشافات الخاصة بدراسة القمر، وأصبح تاريخ 20 يوليو هو ذكرى الهبوط الأول. سنة 2019 الأمم المتحدة قررت تحتفل سنوياً وبشكل رسمي بذكرى الهبوط على سطح القمر، والاحتفالات توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا. ولما رجعت تاني مصر استضافت الاحتفالية الأولى من نوعها عن طريق وكالة الفضاء المصرية اللي تم إنشائها سنة 2018 بهدف استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها، وكمان بناء الأقمار الصناعية وإطلاقها. تم تسمية اليوم ده اللي هو 20 يوليو كاليوم العالمي للقمر. النهاردة دول كتيرة جداً فضائية أو غير فضائية بتحتفل بيوم القمر، ومصر طبعا ليست بعيدة عن هذا الحدث، فالجامعة هنا مشكورة نظمت هذا الاحتفال. ابتداء من هذا العام والأعمار القادمة سنكون مشاركين للعالم كله في الاحتفال بيوم القمر. في الوكالة حاليا احنا بننفذ مشروع مهم جدا، وهو تلسكوب فضائي لرصد الأجسام الفضائية اللي موجودة اللي بتعدي على مصر واللي موجودة في مصر، سواء الأجسام دي حطام فضائي أو مركبات فضائية. ولأول مرة بنستخدم في هذا التلسكوب تقنية الذكاء الاصطناعي
عشان يتعرف على الصور مباشرة بدون التدخل للعامل البشري، ويقول ايه هي الصور دي اللي موجودة في الفضاء الخارجي المحيط بمصر. احنا يعني متعاونين مع الوكالة بقالنا فترة، الطلبة بتاعتنا بتزور الوكالة كل سنة في رحلات منتظمة، واستضفنا قبل كده من كام شهر برضو ايفنت تانية عن الحياة على سطح المريخ، وكان ايفنت ناجح جدا الحقيقة. اهم حاجة ان ده هو معمول للتوعية، توعية الناس والشباب كلهم بالاستكشافات القمر والاستخدامات لهذه الاستكشافات في الأغراض السلمية، وده اللي قررته اليونسكو بإعلانه إنه هو بدل ما يبقى يوم قومي أمريكي أعلنوا في ديسمبر إنه هيبقى يوم عالمي ويحتفل بيه كل العالم في نفس الوقت، فكل العالم بيحتفل بيه في نفس اليوم زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. الاحتفالية كانت باستضافة واحدة من الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتميزت بحضور اثنين من رائدات الفضاء من الولايات المتحدة الأمريكية اللي شاركوا الحضور بقصصهم وتجاربهم الملهمة، وخصوصاً إنهم شهدوا الهبوط الأول على التلفزيون وحققوا حلمهم لحد ما هم كمان طلعوا القمر. سعيدة جداً باستضافتي في مصر في الاحتفال الأول من نوعه بذكرى الهبوط على القمر، وخصوصاً إني حضرت وأنا طفلة في التلفزيون، وكان حلمي أكون رائدة فضاء وحققته. أنا رابع سيدة من أصل إفريقي سافرت للفضاء بعد ما اترفضت أكتر من مرة، ومشاركة القصص الملهمة في الاحتفالية النهاردة فرصة كويسة لرفع الوعي بأهمية دراسات القمر، وكمان تشجيع وإلهام كل الحالمين بإن الأحلام ممكن تتحقق زي قصتي. سعيدة بالمشاركة المصرية وتحديداً وكالة الفضاء المصرية اللي هتكون مستقبلاً المركز الإقليمي للمدن التناظرية. الاحتفال فريد من نوعه، والأول مرة هيكون في فرص متنوعة لنشر الوعي بأسباب وأهمية الاستكشاف القمري، ومشاركة مصر في الاستكشافات لها طابع ودور خاص. أنا سعيدة بيها جداً. النهاردة احنا بنتكلم على في بروجرامات كتيرة قوي اللي الوكالة عاملاها، وبنبتدي ننشر الحاجات اللي بتحصل في الأشهر اللي جاية. واحد منهم هي Space Ambassador Program اللي هو احنا بنحاول نخلي يبقى فيه عندنا نشر أكتر عن اللي بيحصل في الفضاء في مصر، وبيكون عندنا ناس برضو بتنشر شغلهم بيشتغل على إيه والبحث بتاعهم بيشتغل على إيه، وبنحاول نخلي المصريين أكتر يكونوا عندهم يتحمسوا أكتر على اللي بيحصل في الفضاء. احنا عندنا دلوقتي عايزين نعمل ستيشن تناظرية هنا في مصر، وهتكون أول واحدة في أفريقيا، ودي هتساعد قوي في البحث اللي بيحصل في الحتة بتاعت رواد الفضاء التناظريين، عشان يكون عندنا يكون في إمكانية أكتر للمصريين يبتدوا يعملوا شوية البحث ده، ويبقى ناس متحضرة أكتر إنها تبقى رواد فضاء مصريين، ونحضرهم في مصر، ونحضر برضو نفسنا إزاي نبقى مستعدين لما يكون يجي اليوم إن إحنا عايزين نبعت ناس للفضاء. بجانب مشاركة التجارب الفضائية، اليوم كمان احتوى على ورش عمل عن المهام التناظرية وهندسة الفضاء والفرص المهنية لصغار المهتمين بالفضاء، ويعد الاحتفال بيوم القمر العالمي فرصة لتثقيف الجمهور ورفع الوعي بالاستكشاف المستدام للقمر، وتعزيز التعاون العالمي بدعم الأمم المتحدة لإنشاء مدن تناظرية عالمية في المستقبل عشان تربط الاستكشافات سوا، وهتكون مصر المركز الإقليمي والوحيد ليها في القارة الأفريقية. زي ما تابعنا مع حضراتكم، يعني كان هذا احتفال باليوم الدولي اللي حددته الأمم المتحدة لأول هبوط بشري على سطح القمر. الحقيقة أن مصر مؤخراً بقى فيه اهتمام كبير جداً باستحداث علوم الفضاء، ومهتمين جداً بعلوم الفضاء، وعندنا إنجازات كبيرة جداً في هذا العلم تحديداً، لأن هو ده يعني مش هقول المستقبل، هقول الحاضر اللي بالفعل فيه دول كتير جداً سبقتنا ليه، واحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نلحق بركب هذه الدول. نفسنا يكون عندنا رواد ورائدات فضاء كتير، زي ما كنا بنسمع رائدة الفضاء اللي تحدثت انها رابع رائدة فضاء أفريقية، وانها كان نفسها كمان انه يبقى فيه اكتر من رائدة فضاء أفريقية. على اي حال يعني 8 صباحا
يعني قبل 8 صباحا بس انا كنت عاوز اقول ان فكره وكاله الفضاء المصريه ده كان حلم، الحلم النهارده اتحقق وبنجيب كمان خبراء يشاركونا قصص النجاح، ففعلا احنا بنتقدم على الطريق الصحيح. طيب دلوقتي معادنا مع موجز 8 صباحا وليندا عبد اللطيف، اتفضلي يا ليندا. شكرا احمد. 8 بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع صربيا في مختلف المجالات، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش بالعاصمة بلغراد، أشار الرئيس إلى الحرص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري، لافتا إلى أن المباحثات تناولت التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على اقتصادات الدول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التداعيات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوي بما يحقق مصالح شعبي البلدين. كما شارك الرئيس السيسي في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي بمشاركة الرئيس الصربي وعدد من كبار المسؤولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة. من جانبه أشاد الرئيس الصربي بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي، وكذلك تعزيز جذور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، فضلا عن جهودها في مكافحة الفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لزيارة البرلمان الصربي، وخلال لقائه مع رئيس البرلمان الصربي أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه في أن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وصربيا على مختلف الأصعدة خاصة في شقها البرلماني، من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك. من جانبه أعرب رئيس البرلمان الصربي عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي إلى بلغراد، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والصربي. كما أكد حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة، وفي تصريحات صحفية أكد بايدن أنه سيتحدث مع رئيس شي في غضون الأيام العشرة المقبلة. تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضا حادا للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين لمساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأمريكيين. قدر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15,000 قتيل و45,000 جريح، مضيفا أن كييف تكبدت أيضا خسائر كبيرة. وخلال منتدى أسبن الأمني في كولورادو أضاف بيرنز أن أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستكون رقما قريبا من 15,000 قتيل من القوات الروسية وربما 3 ذلك من المصابين. وأوضح بيرنز أن تركيز الجيش الروسي لقواته في مدينة دونباس الأوكرانية يشير إلى أنه تلقى دروسا قاسية من الإخفاقات في بداية الأزمة عندما تعثر الهجوم على كييف. أعلنت وكالة الأنباء الألمانية عودة تدفق الغاز الروسي مرة أخرى عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وأوضحت الوكالة الألمانية أن استئناف شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 جاءت بعد تنفيذ أعمال الصيانة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. طلبت أوكرانيا من دائنيها الدوليين بمن فيهم القوى الغربية وأكبر الشركات الاستثمارية في العالم تجميد مدفوعات ديونها لمدة 2 حتى يمكنها تركيز مواردها المالية المتناقصة لمواجهة الأزمة الحالية.
وقالت وزارة المالية الأوكرانية أنها تأمل بالتوصل لاتفاق لتأجيل مدفوعات ديونها التي تبلغ 20 مليار دولار بحلول 9 أغسطس المقبل. أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة في سريلانكا أن رونال ويكرمسينجي أدى اليمين رئيسا جديدا للبلاد أمام كبير القضاء، وحصل ويكرمسينجي على 134 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225 عضوا بعد مغادرة سلفيه غوتابايا راجاباكسا البلاد واستقالته من منصبه الأسبوع الماضي. أما رياضيا فتترقب جماهير القرى المصرية مباراة قوية بين الأهلي والزمالك بنهائي بطولة كأس مصر الموسم 2020-2021 والتي ستقام في 9 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي. وكان الزمالك قد حسم تأهله لنهائي كأس مصر بعد الفوز بنصف النهائي أمام أسوان بهدفين لهدف، وبذات النتيجة حسم الأهلي صعوده للدور ذاته بعدما فاز على بتروجيت في نصف نهائي البطولة. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لخبر من الأخبار المفرحة والمشرفة اللي تم الإعلان عنها من الهيئة الأمريكية للباثولوجي الإكلينيكية لعام 2022، هو اختيار الدكتورة أميرة فيالة بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة أعلى 40 باحث على مستوى العالم. تميزت أبحاث دكتور أميرة العلمية في تحقيق تطور في علاج السرطان. هي معانا دلوقتي على التليفون عشان نبارك لها وعشان نفهم منها اكتر. صباح الخير يا دكتور والف الف مبروك. يا صباح الخير يا مصر كلها، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا احمد، وميرسي على المقدمه الجميله دي. لا ده يعني شكرا لحضرتك ان انت يعني برفعتي راسنا الحقيقه، يمكن كمان تحديدا الكانسر او السرطان احنا بنخاف حتى ننطق اسمه، فخلينا كده نفهم من حضرتك يعني طبيعه التصنيف، طبيعه البحث، كلمينا عن المسابقه اكتر. طيب هنتكلم الاول على مين الامريكان سوسايتي فور كلينيكال باثولوجي، الاي اس بي. الاي اس بي دي الجمعيه الامريكيه للكلينيكال باثولوجي، دي من اهم واقدم واعرق المؤسسات العلميه اللي على مستوى العالم، اللي بيتم بناء عليه تصنيف وترشيح وتاهيل العلماء علشان جوائز، ومن اهمهم جائزه نوبل. ولينا شرف ان رئيس الجمعيه عندنا مرشح لجائزه نوبل، فالجمعيه دي ليها باع كبير جدا في الساينس في العلم. طيب لما نيجي نقول ان الامريكان سوسايتي فور كلينيكال باثولوجي بتعمل ايه، هي من سنه 2014 بدات ان هي تفوكس بتركز على الممبر اللي عندها اللي تحت سن ال 40 عشان تبدا تاهلهم بدري كده علشان يبقوا علماء. التايتل اللي انا نازله عليه او اختاروني السنه دي هو اس بي 40 اندر 40 الفيوتشر ليدر، اللي هو اهم 40 ممبر تحت سن ال 40 عشان يبقوا قاده علماء المستقبل. طيب هل الكريتيريا دي بناء على ايه وبناء على ابحاث بس؟ بناء على ايه؟ هم شافونا، هل المنظمه دي او الجمعيه دي وهي عريقه كده لها اسم باع كبير بتختار حد هبهزر، ولا بيبقى في سيلكشن معينه وفي اختيارات معينه؟ اكيد بروفيشنال في الشغل، اكيد بروفيشنال في الاختيار. طيب هم بيختاروني او اختاروكي، سؤال كده جالي، بيختاروكي بناء على ايه؟ هم طبعا ما يعرفوش اميره فياله ولا الاسم عندنا، احنا كل واحد مرتبط بيهم عندنا هناك بممبر بي اي دي، رقم زي احنا كده الرقم القومي بتاعنا مرتبطين بالحكومه عندنا، لا هو احنا كل هيئه ليها رقم، ليه رقم عندهم ورقم في اي حاجه انترناشونال ثانيه ليها رقم معاهم. طب الرقم ده اللي بناء عليه كل الاكتيفيتي بتاعتك بتتسمع عليه، يعني مش اميره، هو الرقم انا بدخل باي حاجه بالرقم بتاعي ده. انا انضميت ليهم بعد ما خلصت الدكتوراه دايركت سنه 2018، وليا شرف الحمد لله بالابحاث بتاعتنا ان اتحولت من ممبر عادي من ممبر لسيرتيفايد ممبر. طيب بناء على ايه؟ تعالى نرجع باك كده شويه. انت يعني ايه داخله كده على طول تبقي سيرتيفايد؟ لا،
انا اساسا برضو الحمد لله رب العالمين الابحاث بتاعتنا بنعملها في جامعه الاسكندريه. انا كل شغلي كل ابحاثنا الماستر والدكتوراه والبوست دوك كمان في كليه العلوم جامعه الاسكندريه مع فريق بحثي انا احد اعضائه تحت اشراف الاستاذ الدكتور احمد سلطان ده رئيس البحثي الاستاذ بكليه العلوم جامعه الاسكندريه وكمان استاذ ب جامعه جورج تاون بالولايات المتحده الامريكيه. لينا الشرف ان هو من المصريين اللي هم بداوا ان هم ينقلوا العلم من امريكا لينا بيروح سنويا مرتين بدا يعمل لنا لاب هنا في جامعه الاسكندريه بمساعده طبعا الاس دي اف اكاديميه البحث العلمي اللي هي بدات تمول كل الابحاث بتاعتنا وثبت لنا الاختيار ان احنا نختار كل الاجهزه وكل التكنيك اليونيك. تمام. ابحاثنا بدات تسمع في الجمعيه الامريكيه لابحاث السرطان AACR. لو قلت ان الاي سي بي الجمعيه الامريكيه للكلينيكال باثولوجي بتحتفل السنه دي بالمئويه 100 سنه على انشائها. طيب دكتوره اميره، يعني بناء على كلام حضرتك وزي ما حضرتك ذكرتي ان الموضوع مرتبط مش بشخص بيكون برقم، وعلى اساس الرقم ده هما بينظروا لحجم الشغل بتاعك، يعني هما ما بيشوفوش الشخص، لا احنا بنشوف الشخص ده مؤثر قد ايه وقد ايه هو عامل ابحاث تقدر اللي هي تفيد المجتمع او تفيد البشريه بشكل عام. عاوز اعرف بقى طبيعه الابحاث اللي حضرتك شاركتي بيها علشان يعني تكوني او تصبحي واحده من اهم 40 باحث واحده من اهم القاده في المستقبل في مجال البحث العلمي. شقين، سؤال حضرتك شقين، الشق الاولي ابحاث والشق الثاني قاده. الشق الاولاني الابحاث بتاعتنا كنت اخر حاجه بتكلم فيها ان هي بتتكلم على ابحاثنا يونيك لاب مجهز، وخلي بالك احنا مش بنبص برضه بيقول انت معملك مجهز ولا ايه؟ نعم. ده في حاجات كتير جدا بنعملها. الابحاث بتاعتنا بتتكلم على الابحاث السرطانيه. الابحاث السرطانيه مش بنعملها، هي في مرحله متقدمه شويه، مش بنشتغل على الانيمال بحيوانات التجارب ولا على الانسان لان الانسان مش حقل تجارب. بنشتغل على خلايا بشريه سرطانيه، طب هي دي متوفره؟ هي دلوقتي امريكا عامله بنك خلايا في كل الخلايا السرطانيه اللي موجوده بتاعت جسم الانسان. بنبدا انها دعمتنا بيها، اخذنا الخلايا دي وعملنا عليها الابحاث. طب ليه عملنا عليها الابحاث؟ لان احنا شغلنا على الجينوثيرابي، علاجات بالجينات، والبروفايل الجيننج بتاع الخلايا الخلايا البشريه هو نفس الخلايا بتاعت الانسان، فبناء عليه دي ادق حاجه ممكن نوصل لها. تمام. الابحاث بتاعتنا الحمد لله سمعت في الجمعيه الامريكيه للكلينيكال باثولوجي واخذنا عليها جوائز سنه 2017. احدث حاجه عملناها هي ان السرطان الخلايا السرطانيه مش بس هي دي السبب ان احنا قدرنا نعمل عليها كنترول في الجينات، السبب الرئيسي بتاعها ودي كانت البريك ثرو هو خلايا جذعيه سرطانيه. ده المنبع كانسر ستيم سيل، دي مهما انت تشيل كانسر ومهما تعمل لا ده في خلايا جذعيه سرطانيه اصلا بتبدا تعمل رينيو تاني وتبدا تتجدد الورم تاني. فبدانا ان احنا نفوكس بقى على دي الاساس، ان احنا نبدا نتارجت الجينات اللي موجوده فيها نعمل موديفيكيشن نرجع الباثواي بتاعها تاني عشان تبدا ان احنا نعالجها. ودي اللي بدايه الابحاث. يعني يمكن يا دكتور يعني ممكن اللي عنده خلفيه طبيه شويه ممكن يفهم اكتر كلام حضرتك، لكن خلينا نبسطها للساده المشاهدين انه ان شاء الله يعني احنا من خلال حتى ابحاث وجود ابحاث احنا في الطريق ان شاء الله ان احنا نقدر نصل لعلاج للسرطان باذن الله طبعا. وان شاء الله المره الجايه نكون بنكلم حضرتك ونبارك لك كمان على ترشيحك لنوبل. نشكر الدكتوره اميره فياله الباحثه بكليه العلوم جامعه الاسكندريه. موضوع اخر لا يقل اهميه عن البحث العلمي وهو موضوع تغيرات المناخ. الدولة المصرية بتستعد لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 بشكل كبير ومكثف، ويمكن في متابعة لحظية ومستمرة لكافة التجهيزات لخروج المؤتمر بشكل يليق بحجم ومكانة مصر. ومن الناحية الثانية كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نشاطه الخارجي أثناء زيارته لبرلين والمشاركة في مؤتمر بطرسبرغ للمناخ، كان في هذا المؤتمر مؤتمر بطرسبرغ كان الرئيس لي يعني كلمات حاسمة وكلمات مليئة بأولا دعوة كافة دول العالم للمشاركة في هذا المؤتمر، ثانيا
محاولة أو التعهد بالحفاظ على 1.5 درجة الخاصة بتغيرات المناخ. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر مع ضيفنا في الاستوديو اللي منورنا الأستاذ أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. يعني أحمد عاوز أعرف في البداية تابعت إزاي جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحديدا كلمة السيد الرئيس في مؤتمر بيترسبورغ؟ طبعا هي كانت يعني زيارة مهمة لأن كانوا زيارتين في بعض. يعني إحنا ابتدينا في جدة ورحنا على برلين، فبالتالي كان الموضوع متصل ببعضه لأن هو الملف حاليا العودة لاتفاقية باريس للمناخ. اتفاقية باريس اللي الهدف الرئيسي بتاعها نوصل لدرجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية قبل 2050. هل احنا هنقدر نحقق ده؟ النهارده 2022 اخر تقرير للهيئه الدوليه للتغيرات المناخيه IPCC ريبورت صادر بيقول ان احنا وصلنا ل 1.2 درجة مئويه واحنا 2022، ومع المعدل اللي احنا فيه احنا 2030 هنوصل للرقم ده. تمام. فبالتالي عدد السنين اللي احنا ممكن نوصل ليها للمستهدف بقى بشكل كبير جدا، فده بيشكل نوع من انواع الضغط على المجتمع ان هو يتحرك. طيب سيادة الرئيس لما راح على برلين أو اتكلم الكلمة بتاعته في برلين، وكانت كلمة مهمة وكلمة مركزة إن إحنا بنتناول الملف المناخي كدول نامية كدول متأثرة بتغيرات مناخية. إحنا النهاردة بنتكلم على أوروبا وبنتكلم على ارتفاع درجات الحرارة اللي موجودة فيها وبنتكلم على التأثيرات بتاعت التغيرات المناخية اللي ظهرت هناك. طب إحنا متأثرين، القارة الإفريقية بقالها سنين متأثرة. صحيح. الشعوب بتاعتنا متأثرة. الكلمة اللي اتقالت في قمة باريس سنة 2015 وألقاها السيد الرئيس نيابة عن القارة الإفريقية كلها أوجز فيها هذا الموضوع، إن في التوقيت اللي احنا بنحاول نوسع عليه لذا في بعض الدول بتحارب أثار التغيرات المناخية، في بعض الدول متأثرة بالتغيرات المناخية. أفريقيا تحديدا هي العكس، هي الأقل إصدارا للانبعاثات والأكثر تأثرا بالآثار الجانبية أو الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية. فكان مهم جدا إن احنا رايحين نتكلم في قمة مهمة زي قمة برلين وعندنا موضوعات حساسة، عندنا أزمة طاقة عالمية، وعندنا أزمة في سلاسل الإمداد موجودة على مستوى العالم، وعندنا أزمة ركود اقتصادي، وفي نفس الوقت بنتكلم على قضية التغيرات المناخية. طب أنا دلوقتي يعني الأولوية الفكرة لي. وهكرر كلام قلته قبل كده كتير، أنا دلوقتي بطالب الدول النفطية بزيادة إنتاج النفط بتاعها، وفي نفس الوقت بطالب الدول النفطية إن هي تلتزم باتفاقية باريس للمناخ عند 1.5 درجة مئوية. أنا رايح فين؟ فبالتالي طبعا احنا كمتخصصين في المناخ يهمنا جدا ان احنا نحافظ على الطاقه الجديده والطاقه المتجدده وان احنا ما نرجعش لده، لكن لما نيجي نبص على الخريطه بتاعت العالم عندنا 30 دوله رجعت تشغل افران الفحم تاني بعد ما كانت وقفت افران الفحم فيها. فبالتالي جايه القمه في توقيت حساس وفي توقيت مهم وفي توقيت يعني القمه وهي موجوده عند مننا، دخلت الحرب الاوكرانيه، دخلت الازمه المتعلقه بالطاقه لاوروبا، دخل حاجات كتير جدا متغيرات في على مستوى العالم او المستوى الجيوسياسي بتحط عليك مسؤوليات كبيره جدا. ان القمه اللي جايه احنا محتاجين افعال، كفايه تعهدات. يعني كفايه من 1992 لما اتعملت قمه الارض لحد النهارده احنا بنقول تعهدات. طب احنا عاوزين افعال، احنا عاوزين اكشن للشعوب بتاعتنا المتاثره. خليني بقى اسالك يا استاذ احمد في النقطه دي تحديدا، يعني زي ما حضرتك ذكرت سيده الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في قمه بيترسبرغ عن انه يمكن الازمه الجيوسياسيه، ازمه روسيا واوكرانيا وايضا جائحه كورونا وما الى ذلك الى حد ما، خلينا نقول انه خلى بعض الدول انها تقدر يعني نقول ان هي تحيد شويه عن اهتمامها بقضيه المناخ. والمطلوب دلوقتي ان احنا نقدر مره تانية نحشد الدول كلها، لانه محتاجين مجهود كل الدول انها تقدر تتكاتف، لانها مش قضيه دوله بعينها، فمحتاجين مره اخرى الدعم ومحتاجين مره اخرى التكاتف عشان نقدر نواجه قضيه التغير المناخي. ازاي مصر هتقدر خلال هذه الفتره حتى شهر 11 الجاي COP27 تقدر انها تحشد اكبر عدد ممكن من الدول، وايضا فكره التمويل، تحدث ايضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التمويل. يعني طبعا جينا عند النقطه الشائكه جدا اللي في مؤتمر الاس بيز اللي كان في المانيا في بون في الامم المتحده في شهر 6 كنت موجود فيه، وكان المؤتمر بنتكلم فيه على تمويل الخسائر والاضرار. احنا كدول بنتعرض لخسائر واضرار دول الناميه كلها بسبب قضيه التغيرات المناخيه. لما بنيجي نرجع شويه في جلاسكو، في التعهد بتاع جلاسكو في النهايه، الدول المتقدمه يعني قابلت من حيث المبدا ان احنا يكون عندنا تمويل للخسائر والاضرار. تمام. جهم في بون احنا مالناش دعوه، مش هنمول حاجه، هنخرجها بره اجنده كوب 27. طيب الحشد بتاع الجهود الدوليه، احنا كل مكان
مستوى التمثيل بتاع الدول أكبر على مستوى رئاسي وما إلى ذلك في الجلسة الافتتاحية، كل ما ده هيساهم في الخروج بمخرجات. وكل ما كنا مركزين أكتر على الوصول لأن هي تبقى أفعال لا تعهدات، لما جينا في قمة كوبنهاجن 2009 وتم إقرار بند الـ 100 مليار دولار اللي يروح للدول النامية ثم تم التوقيع عليه في اتفاقية باريس للمناخ، فين الفلوس؟ الفلوس ما الدول المتقدمة ما بتطلعش ليه الفلوس للدول النامية؟ تاني يوم ما او تاني سنه تم توقيع اتفاقيه باريس والالتزامات، الولايات المتحده انسحبت من قمه من الاتفاقيه الاطاريه للتغيرات المناخيه، عندنا غياب 4 سنين للاداره الامريكيه. أيوة بس طب مين هيعوض ده دلوقتي؟ ما بقيناش يمكن زمان كنا امام فكره انه هتحصل امتى التغيرات المناخيه، احنا دلوقتي ما بقيناش امام هذه النقطه، احنا بقينا امام انه بمعدل قد ايه. يعني خلينا نقول ان في جلاسكو تم رفع سقف التمويلات المطلوبه للدول الناميه اللي ممكن تطلع من الدول المتقدمه ل 130 مليار دولار. احنا عندنا امل ان في قمه شرم الشيخ ان يتم الضغط على الدول لوضع جدول زمني ووضع اليه ان يتم بيها خروج التمويلات دي بشكل سنوي، تروح من الدول المتقدمه للدول الناميه، عاملين ان احنا كمان في قمه شرم الشيخ ان يكون في ضغط بشكل كبير جدا سواء من المجتمع المدني سواء من الحكومات سواء من الدول الناميه تحديدا على ملف الخسائر والاضرار. محتاجين كمان ان احنا واحنا بنتناول القضيه المناخيه وان احنا بنتناول هذا الموضوع ان احنا نجيب الشعوب، يعني احنا في التحالف عموم افريقيا للمناخ بنسعى ان يكون عندنا يوم الشعب الافريقي، يعني في يوم جوه قمه اسمه يوم افريقيا، لا احنا عاوزين بقى يوم الشعب الافريقي، الناس المتاثرين بالتغيرات المناخيه، الناس اللي بيزرعوا وبيعملوا اللي بداوا يتاثروا بالتغيرات المناخيه بشكل كبير جدا، مش من النهارده ولا من سنه ولا من اثنين، الناس بدات بقى لها سنين تتحرك من الاماكن بتاعتها في الرعي لمناطق ثانيه علشان المطر ويتتبعه المطر، تمام، بالتالي ده بيعمل لنا نوع اسمه الهجره، الهجره المناخيه. فبالتالي بتعمل يعني مشاكل ما بين الدول او مشاكل ما بين الشعوب في الملف ده. طب هل احنا مستعدين لهذا الملف؟ هل احنا جاهزين؟ هل الدول المتقدمه لو ملف الهجره المناخيه ده زاد مستعده تستقبل لاجئين تاني جايين بسبب المناخ؟ فبالتالي انت بتدفع النهارده الازمه بتاعتك، انت بتدفع ثمن الرفاهيه اللي انت عايشها. ليه بتدفع ثمن الرفاهيه؟ علشان انا تاثيرات الكربون او تاثيرات غازات الاحتباس الحراري عشان تقدر تعمل لي تاثير في المناخ بتحتاج عدد كبير من السنين فوق ال 50 سنه. فبالتالي اللي احنا بنعيشه النهارده هو نتاج للثوره الصناعيه ونتاج للتاثيرات اللي حصلت الثوره الصناعيه ونتاج لكثير جدا من الامور. طب انت بتيجي تطلب مني النهارده او بنيجي احنا كمتخصصين في الملف المناخ بنطالب الدول النفطيه بتقليل الانتاج. عندهم حق في التنميه، الشعوب بتاعتهم هتحتاج تستفيد من الثروات بتاعتهم، طب تعالى ادفع قيمه الماده دي وخليها في الارض وطلع طاقه متجدده. طب الطاقه المتجدده انت دلوقتي بتطالب كدول متقدمه تيجي تتكلم مع الدول الناميه، انا هديك التكنولوجيا بتاعه الطاقه المتجدده بس هديها لك قرض مش هديها لك منحه. طب ليه؟ طب انا هستخدم بقى الخيرات بتاعتي اللي موجوده في الطبيعه بتاعتي عشان اقدر ان انا اغطي الموضوع بتاعي. فقضيه التمويل او التمويل المناخي في قمه المناخ 27 هي من اهم الملفات اللي هتبقى موجوده على الاجنده التفاوضيه. وكمان يعني كانت وزاره الخارجيه طرحت مبادرتين في قمه بون، موضوع ليه علاقة بالزراعة وموضوع ليه علاقة بالمياه، مبادرتين مهمين ان هم يبداوا يبقوا موجودين في الفترات اللي جاية، خصوصا ان احنا يعني بسبب كمان الحرب احنا عندنا ازمة غذاء، عندنا ازمة في المواد الغذائية وخصوصا الدول اللي مش قادرة تأمن احتياطياتها من الاكل ومن الامور الزراعية في ظل ارتفاع الاسعار. وتغيرات المناخ ايضا برضو يا احمد اثرت على الغذاء، لان في جزء كبير قوي من الاراضي الزراعيه تم تاكل المحصول فيه بسبب تغيرات المناخ. يعني لما نيجي نتكلم على المياه وارتفاع سطح البحر بالزبط. وحاجات لما نيجي نتكلم احنا بنشهد التغيرات المناخيه بشكل كبير جدا في مصر، وبنشهد التغيرات المناخيه بشكل كبير جدا في السواحل المصريه، عندنا اسكندريه زي ما قال بوريس جونسون في افتتاح قمه المناخ 26 مهدده ان هي تغرق، عندنا الساحل الشمالي بتاعنا بيحصل فيه نحر من البحر، عندنا الشتاء الناس كانت بتقول دايما في اسكندريه النوى دي ونشوف نوى عيد الميلاد هي اكتر حاجه صعبه. دلوقتي ما فيش نوى بتمر على اسكندريه ما بتعملش ازمه. طب السؤال كمان بقى البنيه التحتيه بتاعتي مستعده لهذه النوات؟ طيب الناس اللي موجوده الطبيعيه مع الجو اللي بيحصل ده، طب انا النسبه كمان بتاعه الامطار، يعني وزاره الري والموارد الماليه بدات تعمل سدود عشان تقدر تستفيد من الامطار بشكل صغير او نقط لتجميع الامطار. بس لما اجي اتكلم كمان على الاكل، ما دلوقتي درجه الحراره لما بترتفع بتاثر لي على اكتر من حاجه. اول حاجه التبخر بتاع الميه اللي ماشيه في الترع والمصارف اللي هتوصل لي تسقي الارض، بتاثر لي على ان الموسم بتاع النبات لو النبات ده درجه الحراره ارتفعت عليه هيموت، او هتاثر لي على الكميه بتاعه المنتجات او الثمار اللي هتطلع من الزراعه. فبالتالي لما بنيجي نقيس هذا الموضوع ما بنقيسوش بس على مصر، بنقيسه على الدول الاخرى. الوضع بالنسبه لنا شكله عامل ازاي؟ احنا ايه اللي بيتم؟ وحاجات كتيره جدا متاثره
بهذا الملف ومتأثرة بالموضوع المناخي، لأن إحنا عندنا تاني إحنا بنجابه التغيرات المناخية الآن، إحنا مش مستنيين 2050 أو 2020، إحنا بنعيش الأزمة المناخية في القارة الإفريقية من النهاردة. دلوقتي درجات الحرارة في أوروبا عالية، الناحية التانية في أفريقيا شتاء، نشوف درجات حرارة دلوقتي في أوروبا عالية جدا يمكن ما حصلتش من سنين كتير قوي. يعني ما حصلتش قبل كده، مش بس بالظبط ما حصلتش قبل كده بالظبط يعني بس يعني قضية المناخ لم تعد قضية على الهامش، بقت قضية أنية وقضية مهمة جدا. وزي ما كنا بنتكلم مع حضرتك ما بقيناش نتكلم إن احنا هنشهد امتى تغيرات مناخية، بقينا بنتكلم في المعدل الأحداث اللي بنشوفها المترتبة المترتب عليها طبعا أو مترتبة على فكرة تغير المناخ. نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. نورتنا في صباح الخير يا مصر. نورتنا يا أستاذ. شكرا جدا. شكرا. طيب مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة كل عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك. الأهلي بيسعى لمصالحة الجماهير بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري، الزمالك بيسعى لمزيد من الثقة في الموسم بإضافة بطولة جديدة، لكن تبقى مباريات القمة بلا حسابات مهما كان مستوى أي فريق. بتكون المباريات دي الفرص فيها متساوية، جمهور الكرة بيحب يشوف المباريات دي كرة حلوة، لعبة حلوة يستمتع بيها وبأجواء روح الفريق وروح رياضية. خلينا نتكلم عن الكلاسيكو المباراة فنيا مع محمد البرمي الناقد الرياضي. صباح الخير يا محمد، ودايما ضيف عزيز علينا. في صباح الخير يا مصر. ربنا يخليك جمانة، مبسوط دايما أنا موجود معاك. صباح الخير عليك، صباح الخير على كل الست المشاهدين. صباح الخير على الصمد. صباح الخير. يعني يوم جميل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يعني أنا هخش كده على طول في الموضوع، شايف النهارده الماتش عامل ازاي؟ احنا كلاسيكو بالنسبه لنا اهلي وزمالك، واحنا لازم النهارده في فريق هيكسب خلاص الموضوع. هو ماتش صعب طبعا، بس في النهايه يمكن شويه الماتشات القمه ما فيش حسابات، بيكون دايما فيها اثاره فيها، خاصه ده ماتش كاس، يعني التعادل ما فيش تعادل، في فريق لازم هيفوز في النهايه يمكن. لكن بشوف شويه ان الاستقرار الفني اللي عمله فيريرا في الزمالك الفتره اللي فاتت مطمئن شويه لجماهير الزمالك اكتر من الاهلي. يمكن الاهلي شويه مع خروج موسيماني، الخساره من سموحه، التعادل مع الجونه، الفريق فاز على فيوتشر فبدا يحس ان هو خلاص يرجع، لكن خسر خساره امام بيراميدز. الفريق تقريبا مش بس خساره، الفريق تقريبا ما راحش ماتش بيراميدز تماما، فده اعاد شويه الشك جوه جماهير الاهلي، جوه اللاعبين نفسهم، وفي سواء في اللاعبين او في المدير الفني. فشويه اظن ان ظروف الزمالك افضل من الاهلي كتير جدا، من الاهلي الفتره الحاليه. يمكن ده يمكن حتى الزمالك المباراه الاخيره في المحله قدر يفوز 2-0 في انسجام بين اللعيبه، حتى دخول لعيبه الشباب الكتير على تشكيله الزمالك ما ضرش الزمالك، بالعكس اضاف لفريق الزمالك كتير جدا. فشويه الاستقرار اللي موجود في نادي الزمالك ده يعني مطمئن للجماهير اكتر طبعا من الوضع في الاهلي. الوضع في الاهلي مش افضل حاجه خلال الفتره الحاليه. طيب استاذ محمد، يمكن في تاريخ حافل تحديدا لما بنتكلم ديربي اهلي وزمالك، في تاريخ حافل من المواجهات ما بين الفريقين. خلينا نشوف الاول تقرير عن هذه المواجهات ونرجع وناخد تعليق من حضرتك تحديدا في كاس مصر. ليلة مصرية كروية هتجمع بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر القديمة. الأهلي تحت قيادة البرتغالي ريكاردو ساويرز بيسعى لاقتناص لقب الكأس عشان يصالح جماهيره بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري الممتاز. أما الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا فهيدخل لقاء القمة بعد ما قدم مستوى متميز واستثنائي في الدوري وتصدر ترتيب جدول المسابقة.
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر كانت شاهدة على مباريات قوية وحماسية من جانب القطبين الأهلي والزمالك. واجهوا بعض في كأس مصر في الأدوار المختلفة في 31 مباراة، فاز الأهلي في 16 مباراة والزمالك في 10 مباريات فقط. اتعادلوا في 5 مباريات ولعبوا الفرقتين 20 مباراة نهائية في كأس مصر. فاز الأهلي في 9 وفاز الزمالك في 8 وتعادلوا في 3 مباريات. وفي آخر 10 سنين كان أول نهائي يجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 16 يونيو 2006. تفوق فيه الأهلي بشكل واضح وكبير وفاز بنتيجة 3-0. المواجهة التالية بين الفرقتين كان يوم 2 يوليو 2007 وخسر الزمالك من الأهلي وتعرض للخسارة بنتيجة 3-4 في الوقت الإضافي. ودي كانت من أكثر المباريات قوة بين قطبي الكرة المصرية في التاريخ في نهائي كأس مصر. وقدر الزمالك يحقق بطولة كأس مصر على حساب الأهلي تحت قيادة البرتغالي فيريرا المدرب الحالي للفريق بنتيجة 2-0 في 21 سبتمبر 2015. وفي السنة اللي وراها حافظ نادي الزمالك على لقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في 8 أغسطس 2016. زي ما تابعنا من خلال التقرير بنتكلم على كأس مصر لعب فيه 12 نادي تحديدا، يمكن أبرزهم واللي كانوا متصدرين في الصدارة والقمة الأهلي والزمالك. بنتكلم في 52 مباراة ده في الكاس بشكل عام و40 ده للأهلي، 52 للأهلي و40 للزمالك. الأهلي فاز ب37 مباراة والزمالك ب27 مباراة. لو هنتكلم على نهائي أهلي وزمالك، 9 مباريات فاز فيها الأهلي، 8 مباريات فاز فيها الزمالك. بتعترف بلغة الأرقام وشايف أن لغة الأرقام دي دايما بتكون أقرب لممكن حال المباراة وما يعني ممكن أن يحدث اليوم في المباراة؟ بتعكس كمان الحالة اللي بيكون عليها الفريقين في الموسم، يعني الآخر 10 مواسم تحديدا يمكن كعب الزمالك أعلى بلغة الكرة أعلى من الأهلي في كاس مصر. فيريرا نفسه أخذ الكاس قبل كده من الأهلي، بعد كده الأهلي لعب مع الزمالك وخسر 3-0. في آخر 10 سنين كمان الأهلي شوية في الكاس ما بيكونش محظوظ أو ما بيكونش أداؤه بشكل جيد، وده برضو بيعكسه الوضع الحالي. الزمالك أكثر استقرارا من الأهلي، عنده الفريق جاهز أكتر للمباراة، عنده دافع معنوي أكبر للفوز بالكاس، كمان هو لسه بينافس على الدوري. ففكره الجمع بين ثنائيه الكاس والدوري دي بتكون مغريه اكتر للفريق. فاوقات كتير الارقام بتكون عكسه للوضع الحالي. يمكن كمان الاهلي خد 37 كاس، لكن لو بصينا الفتره الاخيره كلها الاهلي مش محظوظ خالص بالكاس. يعني الاهلي خسر نهائي الكاس امام الزمالك مباراتين، الاهلي فاز ببطوله كاس مصر وحيده امام الجيش مع موسيماني الموسم قبل الماضي، وبعدين خسر السوبر من الجيش بعد كده. فشويه الاهلي في مباراه الكؤوس مش محظوظ، يعني كعب الزمالك بيكون اعلى منه خاصه في الفترات الاخيره وفي اخر 10 سنين تحديدا. فيمكن ده عاكس كمان للوضع الحالي سواء في بالنسبه للاهلي او بالنسبه للزمالك. طيب توقعاتك ايه لتشكيل مباراه النهارده؟ هل تتوقع ان يكون في مفاجآت زي مثلا الدفع بالشباب زي ما كنا بنتكلم معاك قبل الهوا، ان فكره الزمالك الدفع بالشباب في الفريق برضو جددت الدم؟ ويعني كمان عايزين نتكلم عن ابرز غيابات الفريقين. يعني الزمالك الغيابات اللي موجوده مش غيابة، خلاص اتعودت جمهور الزمالك اتعود عليها. غياب محمد ابو جبل، غياب طارق حامد، خلاص جمهور الزمالك اتعود عليها، خاصة مع إضافة عدد كبير من اللاعبين الشباب للفريق. يمكن عمر السعيد بس هو من اللعيبة اللي كانت بتكون موجودة الماتشات الأخيرة، ممكن ما يكونش موجود النهاردة، لكن الزمالك عنده بدايل موجودة زي سيف الجزير وزي زيزو في خط الهجوم. شيكابالا كمان بيأدي بشكل جيد الفترة الأخيرة. فالغيابات الزمالك شوية مش مؤثرة لأن خلاص الفريق تعود على عدم وجودهم. غيابات الأهلي هي المؤثرة أكتر، يمكن لسه موقف محمد هاني ما تحددش، هو الوحيد اللاعب الوحيد اللي ممكن يرجع. طاهر محمد طاهر مصاب، بيرستاو مصاب، مكيسوني، حسين الشحات تقريبا الاهلي ما عندوش على الاطراف لعيبه متاحه كتير للماتش، وده ممكن يخليه يغير في شكل او في طريقه اللعب الفريق. ممكن يبدا بمحمد شريف وحسام حسن، تحتهم احمد عبد القادر او قفشه، بيغير
في شكل الفريق، لكن الفريق عنده نقص كبير جدا في في عدد من المراكز، اضافه طبعا لتراجع عدد كبير من اللعيبه عن مستواها، فبالتالي ده كله مؤثر على الاهلي. وانا شايف المباراه النهارده كمان هي مهم للزمالك ان يفوز باللقب، لكن هي اكثر اهميه للاهلي من الزمالك، فالضغوط على الاهلي اكتر، لان الاهلي لازم يفوز النهارده، لان ده هيرجعه مره تانية للمنافسه، يرجع الثقه للعيبه يكون عندهم زي ما قلنا في البدايه يصالح بقى جمهوره بالزبط. يعني بالزبط بشكل اكبر. طيب لو خلينا هنكمل كلامنا أوكي. بس يعني زي ما احنا بنقول دايما ماتش الاهلي والزمالك كده لازم بيكون ليه استعداد خاص طبعا في الاستاد. تسهيل الدخول بقى التفاصيل هنعرفها من تسهيل دخول بوابات وتامين الجمهور اللي هيكون موجود في المدرجات عشان تطلع مباراه القمه في احسن صوره ممكنه. خلينا نعرف كل التفاصيل دي من العقيد محمود القاضي مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين القمه. صباح الخير على حضرتك يا فندم واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. استاذه جمانه صباح الخير، واستاذ محمد صباح الخير، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني خلينا نعرف للساده المشاهدين ايه الاستعدادات اللي هتتم النهارده ان شاء الله في عمليه تامين دخول الجمهور ومواعيد فتح ابواب الاستاد. ان شاء الله طبعا النهارده ميعادنا مع مباراه القمه الاهلي والزمالك، طبعا دي كلاسيكيه من كلاسيكيات الشعب المصري مش الكره المصريه بس، كل الناس مهتمه تفاصيل المباراه الدنيا هتمشي ازاي. انا من خلال برنامج حضرتك بوجه الساده المشاهدين الى ان المباراه ان شاء الله في استاد القاهره الدولي، توقيت انطلاق المباراه 9 مساء، تم تخصيص ابواب محدده لدخول جماهير النادي الاهلي. الدخول الساعه كام يا فندم؟ المباراه الساعه 9، الدخول الساعه كام؟ بدايه الدخول اعتبارا من الساعه 5 وغلق البوابات قبيل بدء المباراه حتى الساعه يعني 9 الا ربع ان شاء الله كده يكون غلق بوابات ان شاء الله. بالنسبه لابواب الدخول مخصص لجماهير النادي الاهلي، مدرج الدرجه الثالثه شمال، والدخول اليه من خلال بوابه ال رشدان باب الرئيسي لاستاد القاهره، وهينتقلوا من باب ال رشدان من خلال تيوب الى الوصول حتى مدرج الدرجه الثالثه شمال. جماهير النادي الزمالك هتدخل من باب طريق النصر ومنه مباشره الى مدرج الدرجه الثالثه يمين، المدرج المخصص للنادي الزمالك. بالنسبه للساده الاعلاميين والصحفيين مخصص ليهم مدرج الاعلاميين في الدرجه الثانيه الموحده، وباب الدخول هو باب يوسف عباس. طيب سياده العقيد، يعني انا عارف ان النهارده هيكون في حمل كبير عليكم في تنظيم دخول وخروج المشجعين للمباراه، علشان خاطر زي ما عودتونا بقى تعودنا على مستوى معين من الكفاءه في هذا الامر وصوره مصر امام العالم. عاوز اعرف كم مشجع تحديدا من المفترض ان يدخل هذه المدرجات؟ طبقا لتعليمات اللجنه المنظمه المسؤوله عن المباراه، فتحدد عدد 2500 مشجع للنادي الاهلي و2500 مشجع لنادي الزمالك باجمالي 5000 مشجع، ده بخلاف المدعوين بدعوات وهيكونوا متواجدين في المقصوره الرئيسيه، وبخلاف الصحفيين اللي هم متواجدين في المركز الاعلامي والصحفي. وان شاء الله المجموعه الافريقيه على اتم الاستعداد في استقبال الجماهير والتعاون معاهم وارشادهم. طب ايه الضوابط والاجراءات الامنيه بقى المتخذه يا فندم؟ طيب بالنسبه لموضوع الضوابط الامنيه، يعني هي احنا مش عايز اقول عليها تحذيرات ولكن هقول عليها تاكيدات. انا بحب اكد على الساده المشاهدين اللي هيحضروا المباراه، اولا الفان اي دي والتذكره، ده اول حاجه لدخول المباراه. الحاجه الثانيه في بعض الاشياء دي ممنوع دخولها، وهي اي حاجه بتسبب اذى للنفس او للغير او ممكن تؤثر على سير المباراة أثناء يعني اللاعبين في أرض الملعب، وأهمها الشماريخ اللي هي الشعلات النارية، الولاعات والكبريت اللي بتحدث اشتعال نيران، أي أداة حادة أو أي أداة ممكن تسبب أذى للنفس أو الغير، بالإضافة إلى المعلبات المغلقة للمأكولات والمشروبات المغلقة، بعض الحاجات الإلكترونية زي الشواحن والباور بانك والأسلاك. لو في اي ماده دعائيه او اعلانيه سواء كانت مسيئه او غير مسيئه ممنوع دخولها، لو لافته او تيشيرت او اي حاجه مكتوب عليها حاجه دعائيه دي ممنوعه، بالاضافه الى معلش انا عاوز بس اسال هنا عن حاجه، هو سبب منع الباور بانك ايه؟ يعني هو شاحن للموبايل.
والله هو موضوع الباور بانك هو حاجة تخص يعني حاجة أمنية تخص إعادة استخدامه في هو يمكن يعني هو يمكن إعادة استخدامه في إحداث يعني هو بادئ تفجير يعني أنا مش عايز أوضح أكتر بس هو ده وصلت هو الصورة يحتوي كده على يعني شحمة كهربائية يمكن إعادة استخدامها في حاجة ممكن يعني تضر تحفظات أمنية يا فندم تحفظات أمنية بأي شكل من الأشكال لا هي كل الإجراءات دي لحماية الجماهير طبعا كل بكل الإجراءات تأكيد سيطلع أكيد برضو يعني خليني أسأل حضرتك سؤال يبدو ساذج بس يعني زي ما حضرتك تحدثت إنه ما ينفعش حتى مثلا التيشيرت او القمصان اللي ممكن يكون مكتوب عليها اي جمل مسيئه ممنوع تمام ماذا لو شخص او مشجع عرف يدخل او يعدي بواحده من دول هل جوه بقى الاستاد بعد ما عدينا وعدينا من الاجهزه الحديثه للتفتيش وما الى ذلك هل في جوه كمان مراقبه طبعا في جوه الاستاد احنا في مجموعه من الشركه الافريقيه بتبقى متواجده داخل المدرجات واسفل المدرجات ومتواجد لينا عناصر في غرف الكاميرات داخل الاستاد بتبقى بمجرد دخول الجماهير الى ارض الملعب من قبل دخول الجماهير في ملاحظه حاله وشايفين كل الناس اللي واقفه بره وأثناء تواجد الجماهير على البوابات موجود عناصر تبع المجموعة الإفريقية مزودة بكاميرات الكاميرات دي بتنقل لنا جوه كل يعني تحركات الجماهير و و و فيعني احنا الحمد لله احنا دي المباراة رقم 5 أهلي وزمالك بنأمنها سبق للمجموعة الإفريقية أمنت 4 مباريات فاحنا هنتكلم على السابق احنا الحمد لله في الأربع مباريات السابقة ما حصلش اي تجاوز او حصل اي حاجه وخلينا نبني على اخر مباراه لعبت للاهلي والزمالك كانت المباراه الدور الثاني في الدوري اللي كانت في استاد السلام كانت صحيح. مباراه الحقيقه مثال للروح الرياضيه من الجماهير ومثال للتامين المباراه خرجت على ابهى صوره ليها ما كانش في حتى ألف ليزر مع الجماهير كانت متعاونه وانا عايز اقول لحضرتك ان الوعي زاد جدا بدرجه عاليه صحيح. لدى الشباب والمترددين على الملاعب في فرق بين ان انا ابقى جاي احضر المباراه وانا عايز اعمل مخالفه وبالتالي ممكن يحدث زي ما حضرتك بتقولي ان حد يتسرب وفي فرق بين ان انا ابقى جاي وانا عارف ايه الصح وايه الغلط وانا مش عايز النهايه المبيته يعني احنا بنتكلم زي ما حضرتك قلت عايزين نبني على اللي احنا وصلنا له عايزين نتفرج على كوره حلوه عايزين نشجع كل واحد يشجع فريقه ويحترم الفريق الاخر ويحترم اللعيبه في الاول وفي الاخر دي رياضه فيعني طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر والحقيقه مجهود كبير جدا تشكروا عليه سياده العقيد محمود القاضي مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين القمه شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم نرجع تاني يا استاذ محمد يعني قطع معاك شويه معلش لا خالص طيب احنا كنا بنتكلم قبل المداخله التليفونيه على فكره تعود جمهور نادي الزمالك على غياب ابو جبل والصراحه احنا شايفين محمد عواد عامل اداء هايل جدا بس لو هنتكلم في مقارنات شايف الشناوي ولا عواد واهم الاسلحه اللي بيمتلكها الفريقين في هذه المواجهه يعني الفتره دي عواد ماشي بشكل كويس هو واحد من اسباب فوز الزمالك بالمباراه الاخيره اخذ الفرصه ومع ثقه فيريرا في ظهر بشكل كويس جدا في المباراه عكس يمكن محمد الشناوي الفتره دي بيمر بعدم ثبات مستوى بشكل كبير لكن يبقى حارس كبير وحارس الاول لمنتخب مصر ويعني خطا في مباراه او عدم ظهوره بشكل جيد في بعض المباريات لا ده لا يعني ان هو سيء او انه حارس غير جيد الفرقتين عندهم اسلحه كتير جدا الزمالك عنده احمد سيد زيزو بعتبره يعني افضل لاعب في مصر حاليا او افضل لاعب في الموسم الحالي زيزو من شيكابالا وبن شرقي شيكابالا واشرف بن شرقي طبعا اشرف بن شرقي واحد من اعتقد الزمالك هيتاثر كتير جدا اذا غاب بن شرقي او اذا خرج بن شرقي منه الموسم الحالي فزيزو بن شرقي دول اهم اسلحه سيف الجزيري كمان ماشي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك الدخول بقى زي امام عاشور كمان من لعيبه بتقدم مع الزمالك بشكل جيد فدي لعيبه مؤثره جدا في الزمالك خاصه على المستوى الهجومي في الاهلي يمكن شويه مش قادرين نحس ان في لاعب مؤثر الفترة الحالية في الأهلي لكن يبقى أغلبهم لعيبة عندهم خبرات كبيرة جدا محمد شناوي حارس من أهم لاعبي الأهلي عمرو السولية حمدي فتحي أليو ديانج محمد مجدي أفشة محمد شريف كلها لعيبة دولية ولعيبة خبرات أعتقد الإرهاق البدني
وزي ما انت كنت بتتكلم يا استاذ محمد فكره كمان الهزه النفسيه اللي عندهم. مظبوط. هل هيقدروا يؤدوا؟ هل ده هيكون حافز ولا خلينا نقول ان هو ممكن يرجعهم شويه لورا؟ ده غير بقى سواريش نفسه ازاي ممكن يقدر، احنا بنتكلم على زيزو وعلى بن شرقي لعيبه برده دلوقتي كمان تحديدا بتمثل خطوره. مظبوط. هيقدر في ظل كل الظروف دي ان هو يوقف يعني يتصدى لخطورتهم؟ لعيبه الاهلي عندها خبرات كبيره يعني، صحيح الفيفا في الاهلي بيمر بشكل بفتره مش افضل حاجه، لكن هي لعيبه عندها خبرات كبيره لازم تساعد نفسها. يعني لو اللعيبه دي ما ساعدتش نفسها مين اللي هيساعدها؟ ما حد يعني. لو المدير الفني ده اتغير وجه مدير فني جديد ما حدش هيساعد اللعيبه دي اذا اللعيبه دي ما قدرتش تساعد نفسها خلال الفتره الحاليه. الماتش ده ماتش يعتبر انا بعتبره بالنسبه للاهلي هو ماتش مصيري لموسم الاهلي، الموسم الاهلي تحديدا. يمكن الزمالك لو حتى خسر الكاس هو عنده فرصه تقدم في الدوري والفوز بالدوري، عنده فرص مازال كتيره ومش هيبقى كمان في لوم عليه لان الزمالك مر بظروف سيئه وخرج منه لعيبه مهمه جدا زي طارق حامد زي ابو جبل، ممكن يخرج منه كمان اشرف بن شرقي ما يكملش الموسم مع الزمالك. لكن في الاهلي اللعيبه دي موجوده ولعيبه مستمره، فالضغوط عليهم هم كمان لازم يرجعوا يفوزوا. اولا انت لما هتفوز الماتش ده بتعوض خسارتك نهائي افريقيا، بترجع الثقه لنفسك، بترجع ثقه جماهيرك فيك، وبترجع نفسك تاني للمنافسة على الدوري، لأن فوزك على الزمالك هيكسبك ثقة أكبر وهيأثر بشكل نفسيا على الزمالك في المنافسة على الدوري. وبالتالي الماتش ده هو اللي هيكون حاسم ليك الموسم الحالي، حاسم ليك هل أنت كمان هيرجعك للدوري ولا لا. كمان أنت متراجع في الدوري، فلو خسرت كاس مصر النهاردة وعندك كمان فرصة أكبر أنك تخسر الدوري، ده معناه أن أنت خرجت الموسم الحالي موسم صفري، والأهلي جمهور الأهلي مش متعود على فكرة صحيح. الموسم الصفري، فطبعا دي ضغوط كبيرة جدا على اللعيبة لازم تتعامل معاها، وأعتقد المدير الفني هيتعامل معاها بشكل جيد. هو كمان يمكن ضغوط عليه هو كمان على ديربي، الضغوط على كلا الطرفين. لو هنتكلم على فريرة، ففريرة شفنا قد ايه هو ذكي، البعض بيقول اللي هو محظوظ عشان امتلك وقت وقدر اللي هو يعتمد على يفكر بره الصندوق ويعتمد على مجموعه من الشباب قدرت اللي هي تصنع فارق. سواريش الموضوع بالنسبه له كان مختلف، يعني هقول لحضرتك برضو اللي بيردد على لسان كتير من الجمهور بقى جمهور النادي الاهلي، شايف اللي هو ما امتلكش الوقت اللي خده فريرة، شايف ان هو دخل مباراه بيراميدز كان بعدها عنده فتره راحه تقريبا اسبوع، ثم بنتكلم على فيوتشر كان في اقل من اسبوع، بعد كده بنتكلم في بيراميدز ورا منها على طول الديربي. فشايف ده سوء يعني حظ ليه سواريش؟ هو ده اللي ما خدموش، ما قدرش اللي هو يحط بصمته في المباراه دي تحديدا؟ فيريرا عنده خبره شويه في الدوري المصري، درب الزمالك وعنده خبره ويقدر يتعامل مع الاوضاع دي، وكان عارف النادي كويس. سواريش جه في وقت صعب جدا، صعب لانه ما عندوش وقت يحفظ اللعيبه افكاره، وفي لعيبه لسه مش قادره تستوعب افكاره فمش قادره تنفذ اللي بيقوله. ده ظهر في ماتش بيراميدز، يعني هو في الدقيقه 37 وقف لما الماتش وقف كان بيتكلم مع لعيبه الاهلي على تعليمات هو بيقولها وبيدربهم عليها لسه ما استوعبهاش. فبالتالي هو طبعا مش محظوظ ان هو جاي في وقت صعب جدا، كمان جاي في وقت الاهلي عنده اصابات كتيره جدا، يمكن صحيح. كل شويه لما بيرجع لاعب مستواه بيتراجع، يعني لعيبه مهمه جدا زي علي معلول واحد من اهم لاعبي الاهلي بيعمل خطا في ماتش بيراميدز، ده بيكون مؤثر على علي معلول في المباراه اللي فيما بعد. عمرو السوليه برضه مستواه متراجع، في لعيبه كتير جدا خبرات مستوى متراجع، فهو استلم في وقت صعب يحفظ اللعيبه ده كله، وبالتالي كمان التوقيت صعب تقريبا ما بيلحقش، يعني طلع من ماتشات زي فيوتشر لبيراميدز للزمالك وهيطلع من الزمالك على تاني على الدوري، فكل ده صعب، لازم لعيبه الاهلي تساعده وتساعد نفسها كمان الفتره الحاليه. بس هو في نفس الوقت لازم يدي كمان فرصه للمساعدين المصريين اللي معاه ان هم، لان هم طبعا عارفين الزمالك اكتر، عارفين الوضع الحالي اكتر، هو يمكن بعض الافكار اللي عايز يطبقها انا شايف انها يعني في الوقت الحالي هيكون صعب تطبيقها، الاهلي بيعاني من ازمه دفاعيه لسه ما خدش وقته، لسه محتاج وقت مش اقل من 10 مباريات. يعني انت فكره الحكم على سواريش او الحكم على افكاره مستحيل هيكون دلوقتي صحيح. كمان في ظل الضغط وفي ظل الاصابات دي كلها لا هيكون صعب بالنسبه له، يعني ان انت تحمله صحيح. مسؤوليه زي دي. عشان كده الخبرات اللي موجوده عند لعيبه الاهلي المفروض تسهل عليه وتسهل عليهم، لكن للاسف ده مش حاصل الفتره الحاليه، يمكن ده بشويه اغضب يعني جمهور الاهلي والزمالك مش ما بيديش فتره للتجربه يعني، فاحنا بنتمنى
ان هو يبقى فيه فتره للتجربه وندي فرصه علشان خاطر الراجل يقدر اللي هو يحط بصمته. مظبوط، بس انا اعتقد جمهور الاهلي غاضب اكتر حاجه من اللعيبه. عشان وقتنا والموجز، توقعاتك للمباراه سريعا. سؤال يعني صعب. ضربات جزاء اعتقد هتخلص ضربات جزاء. ضربات جزاء واللي هيفوز؟ لا ما لا ما اقدرش. استاذ محمد البرمي الناقد الرياضي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا شكرا جدا. التاسعة صباحا مشاهدينا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليندا، تفضلي يا ليندا. شكرا جمانة. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع صربيا في مختلف المجالات، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش بالعاصمة بلغراد، أشار الرئيس إلى الحرص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري، لافتا إلى أن المباحثات تناولت التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على اقتصادات دول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التداعيات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوي بما يحقق مصالح شعبي البلدين. كما شارك الرئيس السيسي في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي بمشاركة الرئيس الصربي وعدد من كبار المسؤولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة. من جانبه أشاد الرئيس الصربي بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على تسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي، وكذلك تعزيز جذور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، فضلا عن جهودها في مكافحة الفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لزيارة البرلمان الصربي، وخلال لقائه مع رئيس البرلمان الصربي أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه في أن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وصربيا على مختلف الأصعدة خاصة في شقها البرلماني، من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك. من جانبه أعرب رئيس البرلمان الصربي عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي إلى بلغراد، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والصربي. كما أكد حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة. وفي تصريحات صحفية أكد بايدن أنه سيتحدث مع رئيس شي في غضون الأيام العشرة المقبلة. تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضا حادا للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين للمساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأمريكيين. قدر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15 ألف قتيل و45 ألف جريح، مضيفا أن كييف تكبدت أيضا خسائر كبيرة. وخلال منتدى أسبن الأمني في كولورادو أضاف بيرنز أن أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستكون رقما قريبا من 15 ألف قتيل من القوات الروسية وربما ثلاثة أمثال ذلك من المصابين. وأوضح بيرنز أن تركيز الجيش الروسي لقواته في مدينة دونباس الأوكرانية يشير إلى أنه تلقى دروسا قاسية من الإخفاقات في بداية الأزمة عندما تعثر الهجوم على كييف. أعلنت وكالة الأنباء الألمانية عودة تدفق الغاز الروسي مرة أخرى عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. وأوضحت الوكالة الألمانية أن استئناف شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 جاءت بعد تنفيذ أعمال الصيانة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة في سريلانكا أن رانيل ويكرمسينجي أدى اليمين رئيسا جديدا للبلاد أمام كبير القضاء. وحصل ويكرمسينجي على 134 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225 عضوا بعد مغادرة سلفي غوتابايا راجاباكسا البلاد واستقالته من منصبه الأسبوع الماضي. نهاية منجز التاسعة والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. من هنا من ماسبيرو من 62 سنة كانت الانطلاقة وأول بث تلفزيوني من ماسبيرو الأصل والقيمة والتراث. وإحنا في صباح الخير يا مصر بنحتفي بذكرى انطلاق البث. يسعدنا يكون معانا قامات ليها في كل مكان من ماسبيرو بصمة وذكرى ببرامج محفورة في ذاكرتنا. وبيسعدنا تكون معانا دلوقتي إعلامية بدأت طريقها من خلال البرامج الثقافية. كان ليها الريادة بأول توك شو طبعا شاهد عيان، برنامج شاهد عيان وأشهر برنامج للجريمة خلف الأسوار. حاورت قامات كبيرة جدا من أديب نوبل للسيدة جيهان السادات وغيرهم كتير. وهي الإعلامية راوية راشد اللي مشرفانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير وصحة وسلامة. كل سنة وانتم طيبين ودايما يعني بنحتفل الصرح العظيم ماسبيرو اللي كلنا اتخرجنا منه كجامعة إعلامية عريقة. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. وانت طيب. في البداية خلينا نتكلم مع حضرتك عن بداياتك في التلفزيون المصري، كانت ازاي؟ ايه أبرز محطات رحلتك؟ الحقيقة أنا أعتبر من الجيل الرابع في ماسبيرو. أنا بدأت في الثمانينات بالبرامج الثقافية، كنت بقدم مجموعة من البرامج الثقافية، وبعدين جات لي فكرة معرض الكتاب إني أعمل رسالة عن معرض الكتاب. الفكرة كانت مش واضحة ولكن يعني لأن ده تلفزيون فإزاي هنعمل رسالة عن معرض الكتاب. كانت رئيسة التلفزيون وقتها هي الإذاعية العظيمة سانية صادق، وكانت مدير عام البرامج الثقافية الكاتبة المرحومة كوثر هيكل. أخذت وقت لغاية ما أقنعتهم بأن ممكن نغطي فعاليات معرض الكتاب، وفعلا الفكرة ظهرت إلى النور. فبدأت أعمل رسالة يومية أعرف الناس اللي ما بيقدروش يجوا يزوروا معرض الكتاب بأجنحته الكبيرة وإنهم يحضروا الفعاليات بتاعته، إني أعرض لهم كل التفاصيل وأقابلهم بكبار الشعراء والكتاب. الرسالة كان مدتها 10 دقائق ولكن كانت بتلم محتوى كبير جدا. يمكن كان السبب ساعتها يا فندم والتحدي إنه كان ما كانش فكرة خروج الكاميرات، لأن الكاميرات كان حجمها كبير جدا كمان. كاميرات كان حجمها كبير، وطبعا ما كانش فيه ادوات الصوت، ما كانتش وايرلس زي ما انتم بتستعملوها. الكلام ده احنا الجيل المرفه دلوقتي يا فندم. وكمان انا كنت بعد، انتوا دلوقتي بيبقوا عندكم فرق للاعداد، انا اللي كنت المعده كمان. صحيح. فكان اليوم بيبدا من الساعه 9 الصبح وبينتهي 9 بالليل. بنعمل أول شريط وبيجري بيه مساعد المخرج على المونتاج عشان يعمل المونتاج نص الحلقة على بال إحنا ما نخلص الساعة 9 ويعمل النص التاني. والرسالة كانت بتظهر على الشاشة الساعة 10 بالليل. الحقيقة ده لقى نجاح كبير جدا، وبدأت أعمله على مدى 15 سنة، كل سنة أعمل رسالة معرض الكتاب.
واحنا بنحاول ان احنا نمشي على خطى النجاح اللي حضرتك يعني حطيتي اللبنه الاولى ليه يعني. بس احنا بنتكلم على 25 برنامج ما بين يعني ما شاء الله اللهم لا حسد يعني ما بين برامج ثقافيه برامج حواريه يعني خلال الرحله المثمره دي ايه اقرب البرامج دي الاقرب الى قلبك زي ما بيقولوا يعني وان كان ليا انا خلف الاسوار حضرتك عملت بيه طفره يعني. هو طبعا نجحهم خلف الاسوار لانه كان جديد برضو في وقتها الحقيقه كانت الفكره بتاعته مش عرض جريمه قد ما كانت الفكره هو ابراز الجهود للجنود المجهولين اللي بيبحثوا لغايه ما بيصلوا الى الجاني. كمان اضفت انا فكره توعيه الجمهور لتجنب الجريمه. البرنامج كان عباره عن سيناريو وحلقه زي الدوكيومنتري بتلخص الجريمه كلها والجهود وحوار مع الجاني وكمان وعي للجمهور علشان ما يرتكبش اخطاء يستغلها المذنبون. لا طبعا يعني استاذه رويه البرنامج ده الحقيقه لحد النهارده عايش معانا ده كان برنامجي انا المفضل الحقيقه. لسه كنت بتكلم انا واحمد قبل هو عن انه خلف الاسوار كان من واحد من افضل برامج اللي كنت بحب اتفرج عليها. بس انا هروح مع حضرتك للقاء انا يعني عارفه ان هو الاقرب الى قلبك لقائك طبعا مع الاديب نجيب محفوظ اللي كان ليه صدى واسع عالميا مش في مصر فقط. احنا ما كانش في ستلايت ونجيب محفوظ طبعا الاديب العالمي يعني علشان تعملي معاه حوار كان صعب قوي انه بداوا يعني الدوله والاستاذ احمد سلماوي كان هو المسؤول عنه ما كانش ابدا لان كل الصحف العالميه وكل الناس عايزه تعمل معاه لقاءات فكانوا خايفين عليه ان هو يجهد. فحاولت ان انا اعمل معاه لقاء ما عرفتش. ففكرت برضو بانه طيب الاستاذ نجيب محفوظ عنده رحله يوميه بيخرج من بيته الساعه 6 الصبح بيمشي في الشارع من بيته في العجوزه لغايه مقهى في ميدان التحرير علشان يقابل بقى اصحابه يقرا جورنانه وياخد قهوته. فأنا فكرت بإن إحنا ناخد الكاميرات ونستناه عند البيت وهو خارج أمشي معاه الرحلة دهيت. الحقيقة دي كانت فكرة جديدة لأن زي ما أنت قلتي الكاميرات ما كانتش سهلة ولا الكابل الصوت كان لازم يبقى طويل قوي عشان يوصل بيني. المصورين كانوا ماشيين بعربية حضرتك؟ كانوا خدتهم بعربيتي علشان طبعا عربية التلفزيون هتبقى مزعجة بالنسبة للأستاذ نجيب. فالمهم قابلته عند البيت وهو اتخض جدا واستغرب فقلت له هي دي الطريقة الوحيدة ان انا التقي بيك واحنا التلفزيون المصري وانا عايزة اتمشى معاك. قال لي هتتمشي معايا المسافة دي هتتعبي. فقلت له طيب نحاول. وفعلا بدأنا نمشي مشيت معاه لغاية ما اشترى الجرايد بتاعته وأنا ماشية معاه بقى بسأله وبتكلم معاه لغاية ما وصلنا الكوبري الجلاء كنت تعبت من المشي مسافة طبعا فقلت له طيب نقف على النيل شوية علشان أنا تعبت. فضحك فقال لي أنا بمشي كل يوم المسافة دي. الحقيقة كنا وإحنا ماشيين كانت الناس بترحب بيه من الأوتوبيسات ويحيوه وكان زي لايف بس ما كانش وقتنا مع عندنا الكابابيليتي إن إحنا نعمل حاجة لايف فعملناها تسجيل ولما اتذاعت كانت عملت ثورة لأنه الناس كلها تصورت إن ده كان لايف والشريط ده اترجم ل 13 دولة ما شاء الله. وبقوا يبعتوا الشرايط لتلفزيونات العالم علشان العالم يتعرف طبعا كان بيترجم ويبعت علشان العالم يعني يعرف نجيب محفوظ في رحلته اليومية وكان الحوار سلس جدا وطبيعي قوي بقولك كأنه لايف بالظبط.
فدي من الحاجات اللي انا بعتز بيها قوي قوي قوي. واحنا الحقيقه بنعتز بوجودك معانا النهارده، وكل سنه وحضرتك طيبه مره تانية. الاعلاميه القديره راويه راشد، نشكرك جزيل الشكر يا فندم. يمكن مش بس يعني استاذتنا الاستاذه راويه راشد، لا، في جيل بيسلم جيل، ويمكن هو ده ماسبيرو، اهم ما يميز ماسبيرو. ضيفتنا اللي معانا دلوقتي هي طفله والدها فنان كبير، هو الفنان الكبير رشوان توفيق اللي كان من ابرز المشاركين في اوائل لحظات البث بماسبيرو مع نخبه من النجوم، ووصلت طريقها في المبنى العريق علشان تشهد مع جيلها انطلاق اول بث فضائي. معانا الاعلاميه الاستاذه هبه رشوان توفيق. صباح الخير يا استاذه هبه. صباح الخير احمد، كل سنه والتلفزيون المصري والاذاعه المصريه بكل خير وسعاده، وجيل بيسلم جيل. سعيده ان انا بسمع اتنين من الشباب، شباب واعد. حسيت وانا بسمعكم دلوقتي مع استاذه راويه راشد فكرتوني ببداياتي انا شخصيا، حاسه اني لسه بدخل المبنى لاول مره. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه، ده شرف لينا. انا دي شهاده كده اعتز بيها، انا اقوم امشي خلاص كده يا استاذه. لا ابدا يا احمد، والله بجد يعني انا فعلا والله انتوا النهارده اولا في كذا شعور مع بعض، ان احنا بنحتفل بالمكان العزيز على قلوبنا كلنا. صحيح. يعني زي ما انت ربطت بيني وبين الوالد الفنان القدير رشوان توفيق، لازم تعرفوا ان انا قبل ما يبقى عندي حلم المذيعه واكبر كنت على طول ماشيه وراه. يعني انا بدخل المبنى ده من وانا عندي 5 عاوزين نعرف الكواليس دي بقى، يعني طفوله حضرتك قضيتيها يعني هنا في اروقه المبنى. هو بالنسبه لي انا بدخله من وانا طفلة معاه. يعني بيمثل بيخرج، يعني وانا في اولى ثانوي كان اخرج مسلسل كبير اسمه النور فوق يثرب، كنت بسهر معاه طول الليل وبيمنتج المسلسل. المبنى ده يا احمد ما بينامش. صحيح. كله حياه ودائما يعني بيبدع الجديد والجديد في كل حاجه. التلفزيون المصري لما فتح برامج وفتح دراما كمان، وقدم اجيال من المذيعين والمذيعات والمذيعات والمصريين والمصريات، فيعني هقول كان مناره جميله جدا جدا بتسعد الملايين جيلي. حبيت اكون مذيعه من اللي سبقوني، حبيت اكون مذيعه من الرواد اللي سبقونا. اقول اسم، ما اقولش اسم، اخشى ان ينسى اسم، لكن جيلنا برضو كان محظوظ. دفعتي انا والزميله حياه عبدون وامنيه مكرم ويمنى حسن ودينا كفافي وسحر عباس، هدى الجندي، دفعتنا كانت دفعه حلوه جدا، مصطفى عبد الوهاب. سامحوني يا جماعه لو كنت نسيت اسم من جيل العظماء. من طبعا الزميلات. كنا دفعه الحقيقه حلوه قوي، لكن كان اللي بيميز دفعتنا ان احنا طلعنا باول فضائيه، شهد طلوع اول فضائيه مصريه. صحيح. عربيه احنا شاركنا فيها لما كنا حتى بنبدا نسجل ونبعت للندن وبعدين بثينا على الهواء. فكنا خارجين في احضان رواد لم يظنوا علينا بالتدريب وبالتعليم. يعني كانوا بيقولوا لنا ادق التوصيات ان احنا ازاي نطلع في ابهى حتى صوره. ما كانوش بيبخلوا على حد. لا خالص، ده كله حضن بعضه الحقيقه. يعني وده اللي قدر انه يخلق جيل متميز يا فندم. يعني بس في البعض ممكن يعتقد انه مهنه المذيع او المذيعه هي مهنه سهله. انا عارفه ان حضرتك ليكي مواقف كتير جدا يمكن محدش ممكن يكون يعرفها. بيبقى في موقف قبل الهوا، بيبقى موقف صعب، بنطلع على الهوا كأن مفيش حاجه لان احنا عندنا رساله. فاكره اي موقف من المواقف دي؟ طبعا انا عندي كذا موقف، بس يعني عايزه اقول لك حاجه بس قبل ما اقول الموقف. فكريه اقول الموقف. انا بس ليا طلب وتعملته على الفيسبوك فتره طويله جدا. انا لا اتذكر متى اطلق على هذا المبنى اسم ماسبيرو، ولا اتذكر من اطلقه. انا في قلبي هو التلفزيون المصري، واسمها كانت اتحاد الاذاعه المصري، اتحاد الاذاعه والتلفزيون. فانا كلمه ماسبيرو الحقيقه أنا شاركت فيها، يعني انسرقت وقلتها. فخلينا دائما نتذكر ونذكر السادة المشاهدين أنه التلفزيون هو المصري. المبنى يا فندم زي ما هو مبنى الإذاعة والتلفزيون، ولكن احنا بنقول ماسبيرو كمنطقة على المنطقة نفسها. جمانة المنطقة جمانة فيها المبنى جمانة، المنطقة فيها أكثر من مكان. طبعا أكيد يعني فيها دار المعارف، وفيها في ظهرنا المتحف المصري، وفيها لكن نحن التلفزيون المصري، لان هذا هو دليل
دور هذا المكان، هذا هو الإعلام الرسمي يعني ولد كذلك يعني. فهو ده لما احنا كنا نيجي ندخل ولا نخرج منه ما اقدرش اقول لك شعور الفخر اللي كان بيملا القلوب. انا ليا موقف اتذكره، كان وقت يوم 28 يناير 2012، كان مرور عام على جمعة الغضب، وتعرضت الى موقف عشان تعرفي حبي الى هذا المكان. وكان هذا المكان يتلقى الاتهامات في أمان تأدية الدور اتجاه الدولة والمواطنين، وأنتوا أكيد تتذكروا. أنا مرش عمركم كم سنة، من 10 سنين يعني. لا كنا واعيين طبعا، أنا شايفة 2 صغيرين كنت موجود معكم هنا في المبنى. كنا واعيين طبعا، وكان كنا بنعمل برنامج قوي جدا اسمه استوديو 27. البرنامج ده كان مشاهد بدرجة عادية، وكان بيرصد الأحداث يوم بيوم. وكنت بتألم جدا أن يتهم مذيع الدولة ها أنه بيطبل وأنه وفعلا في اليوم ده اتعرضت، الله يرحمه أستاذ أمير سالم، كنت بسأله سؤال ما أعرفش هل أفهمه ولا إيه، وقال لي في وسط الكلام اسكتي أنا بعتبرك بتاعة التلفزيون المصري. أنا عملت موقف على الهواء ورفضت أن يستمر الحوار، ورديت بكلمة واحدة، والحمد لله ان انا ليا الحظ ان انا يكون ليا اللقاء. يمكن حضرتك اختصرتي الموقف ده يا استاذه هبه بما قلتيه قبل الموقف، بفكره ان احنا التلفزيون المصري احنا اعلام الدوله، فشرف لينا اللي احنا نكون اعلام الدوله واحنا بتوع التلفزيون المصري. احنا طبعا، بس الفكره مش كده، الفكره ان كان في حمله، انت حمله مؤثره، وفي حاجه اسمها قوه الايحاء، وانت مش منوط بيك انك انت كمذيع دولة انك تتحدث عن نفسك، ولكن الواقع حصلت على الهواء. وقلتها في لحظة دي، قلت له تلفزيون ابن مذيع التلفزيون المصري كده هو يا فندم. هي مهنة الإعلام في بشكل عام، هي المذيع دوره أنه يكون حيادي، وأنه ينقل كمان هموم الناس ومشاكل الناس، ويعبر عن الناس ولا ينحاز لأي طرف عامة. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الإعلامية هبة رشوان توفيق، وكل سنة وحضرتك طيبة. يعني زي بنتكلم مع حضراتكم مبنى الإذاعة والتلفزيون زي ما تحدثت الأستاذة هبة رشوان توفيق، أو مبنى ماسبيرو كما يطلق عليه، هو خلينا نقول هو فعلا رمز. صحيح. للإعلام، مش بس الإعلام المصري، للإعلام العربي. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في البداية، هذا المكان وهذا الصرح بالفعل صدر كم من الكوادر للعالم العربي، ومش بس العالم العربي، في العالم أجمع. يعني حتى الآن بيتحدثوا عن مهارتهم وعن مواهبهم وعن قدراتهم كبرى في الإعلام. طبعا ده كبرى القنوات يعني أقول إيه العربية اللي تأسست، هتلاقي الأعمدة الرئيسية فيها أساسهم مصريين. ليه؟ لأن هنا الريادة، هنا التلفزيون المصري، هنا كان أول بث فضائي أو أول بث تلفزيوني خرج في إفريقيا والشرق الأوسط ككل. لكن يمكن أنت كنت بتسألي أستاذة هبة على فكرة المواقف اللي حصلت لها في التلفزيون. فعلا ماسبيرو، هي قالت جملة، ماسبيرو هذا المبنى لا ينام. يمكن أنا يعني ليه الشرف اللي أنا ابن قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، ففعلا شفت هنا بنطلق على ماسبيرو هو البيت الكبير، لأن في حركة مستمرة، في حياة مستمرة، في شغل 24 ساعة ما بيقفش، وحاله حال أي قناة فضائية خلينا نتكلم. بس كان هنا الأساس، واللي اتعلم هنا بتحسي اللي هو يعني هكون منحاز بقى شوية، هو يعني مادة خام تقدر اللي أنت تشكليها بعد كده في أي مكان طالما في الموهبة موجودة يعني. خلينا نروح لموضوع آخر دلوقتي. مجلس الوزراء وافق امبارح على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدا للطرح بالبورصة. عشان نفهم الخبر أكتر ونعلق عليه، معنا على الهاتف الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. دكتور محمد، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال، هنحاول طبعا أن احنا نعاود الاتصال بحضرتك يا فندم. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. استنوا.
برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ويمكن في حالة من حالات التفاعل والاهتمام الكبير جدا بجلسات الحوار الوطني اللي انعقدت تاني جلساتها أول أمس، وكان فيها توافق كبير جدا، هذا التوافق على تشكيل لجنتين لوضع مقترحات محددة للمحورين الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن في الجلسة دي كمان كان الملف السياسي هو محور المناقشات، وتفرع منه ثلاث قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان. ايه التفاصيل اللي حصلت في هذا الاجتماع الثاني؟ خلونا نعرفها من ضيفنا الاستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس امناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريده الشروق. صباح الخير يا استاذ عماد. صباح الخير يا فندم. استاذ عماد، يمكن شفنا حاله من حالات التفاعل الكبيره والاهتمام من كل يعني او الغالبيه العظمى من يعني فئات الشعب المصري بالقضايا التي تناقش في الحوار الوطني. شايف الاهتمام ده ازاي الاول، والمخرجات اللي حصلت في ثاني جلسه؟ الاهتمام يعني ظاهرة صحية جدا وشيء جيد، لأنه معنى كده أنه عدد كبير من المصريين أو ممثليهم مهتم بهذه الظاهرة ومهتم بفكرة أن في حوار. الحوار ده يعني من خلال تشكيل مجلس الأمناء هو تقريبا إلى يعني مش عايز أجزم معبر إلى حد كبير عن أغلب الفئات الموجودة في مصر، حال الشعب. بمعنى أنه سواء لو تكلمنا على الأحزاب، على ايديولوجيات سياسية، على هويات، على مؤسسات، على نقابات، فموجود بطريقة أو بأخرى، ليس بصورة كاملة لكن أقرب ما يكون عن مكونات المجتمع المصري. فبالتالي جوه الحوار مفيش، ودي النقطة الجوهرية، هذا الحوار ليس بين حكومة ومعارضة أو ليس بين رأيين، هو حوار بين آراء متنوعة في المجتمع المصري، وبالتالي مش هو حوار مش بين أغلبية وأقلية. والنقطة الجوهرية هو حوار حتى يعني مخرجاته لا تتم بالتصويت، يعني القاعدة الأساسية في أول جلسة فيما يتعلق بإقرار سواء مدونة السلوك أو اللائحة التي تحكم عمل مجلس الأمناء، تم الاتفاق أنه ما فيش تصويت، لابد أن نصل إلى التوافق، وده أمر صعب. يعني أسهل شيء أنك تصوت، بس التصويت قد يعكس صعب، ولكن هي دي نقطة طرفين بالضبط. فلما أنت تصل إلى مخرجات أو قرارات أو اتجاهات أو أي شيء أو مواقف حتى بالتوافق، ده شيء محترم جدا وشيء جيد، ويقول إن إحنا إن شاء الله رايحين إلى نقطة جيدة. فبالتالي جوه المجلس يعني في الجلستين اللي تموا، أول جلسة كان فيها جلسة إجرائية على كلمات للمتحدثين وزعت على الهواء والناس عرفوا اللي اتقال فيها، صحيح. لكن الجلسه الثانيه قعدت حوالي 5 ساعات ونص. والجلسه الثانيه اللي كانت اول امبارح يوم الثلاث كان فيها برضو 5 ساعات كامله نقاش ثري وجيد ومتحضر بين غالبيه الناس اللي قاعده على المائده. النقاش كان ثري زي ما حضرتك قلت ومده طويله جدا. خلينا نقول هم كانوا 3 محاور، محور سياسي وايضا اقتصادي واجتماعي، كل محور في نقاط تم التباحث حولها، ده بجانب انه كمان تم تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصاديه واجتماعيه. ويعني خلينا نفهم من حضرتك اولا المحور السياسي اهم النقاط اللي تم التباحث حولها، وايضا اللجنتين الاقتصاديه والاجتماعيه. تمام. احنا في الاجتماع الاول تم الاتفاق على وجود ال3 محاور دول، وكان في نقاش المادة 18، يعني هي لم تحسم كاملة حتى اللي هي بتتكلم هل يمكن إضافة لجان تانية ولا لا. فإحنا تم الاتفاق على أن هم 3 محاور، لكن تحت ال3 محاور دول يمكن أن تضعي ما تشائين من، سواء لجان فرعية أو نقاشات أو موضوعات محددة بعينها. يعني فالمحور السياسي، المحور السياسي زي ما حضراتكم تفضلتوا في البداية يعني مباشرة الحقوق السياسية أول جانب في المحور السياسي. يعني مباشرة الحقوق السياسية يعني ممكن تحت هذا الموضوع تناقشي قوانين الانتخابات، الأحزاب دورها، عاداتها، تقويتها، هل ندمجها في أحزاب، أنا بختار، إحنا لسه ما وصلناش لده، بس أنا بتكلم على ما يمكن أن يثار جوه الموضوع ده، كل ما يتعلق بالحياة السياسية. ده محور مهم وممكن يبقى فيه أكثر من جلسة وأكثر من حاجة فرعية. الجزء الثاني هو المحليات. المحليات شيء في غاية الأهمية. طبعا. ليه؟ لأنه حضرتك إحنا بنتكلم على قانون المحليات لم يصدر حتى الآن. إحنا آخر مجالس محلية شكلت في مصر كانت اللي هي 2010.
قانون المحليات هو من القوانين المكملة للدستور. صحيح. وبالتالي قانون وجوبي الصدور. بس عندك كمان انت عشان تطلعي دون انت لازم يكون معمول على اعلى درجة من الكفاءة. ليه؟ لانه انت محتاجة 55,000 عضو مجلس محليات في مصر. ها؟ فلابد انك انت تختاري افضل ناس ممكنين. لا وفكرة لا. النزاهة كمان فيها لان طبعاً. المحليات هي بيت الداء للكثير طبعاً. من الامراض السياسية المتوترة في المجتمع. لو انت بس يعني نزلوا مرشحين في الانتخابات واحد قصاد واحد هتبقى محتاج اكتر من 110,000. صحيح. فبالتالي هل عندك الكوادر اللي هي تخوض الانتخابات دي؟ مهم جدا ان الحكومة والاحزاب وكل الجهات ذات الصلة تبقى مشغولة بهذه القضية وتبدأ في تجهيز كوادر مهمة جدا. ودي نقطة مهمة جدا. لان انا لما هختار ناس اكفاء ده اللي هيبقى بعد كده عضو مجلس نواب او شيوخ، هو اللي هيبقى ممكن يبقى في اي حاجات خاصه سكرتير محافظه نائب محافظ. عن إجراء حياه سياسيه بدون وجود كوادر. بالظبط. الكوادر دي هي اللي محتكه بالناس على الارض. يعني قد يكون هناك احيانا ان المواطنين بيشكوا ان عضو مجلس عضو البرلمان بعيد عنهم شويه او الوزير ما بيشوفهمش او المحافظ. همزه الوصل الحقيقيه في العلاقه بين المواطن والدوله عموما بكل مكوناتها المحليات. فكلما كان هناك قانون محليات محكم، كلما كان هناك كوادر جيدة ومدربة ومؤهلة، ده هيبقى يعمل نقلة حقيقية في فكرة إعداد الكوادر. فده جزء. الجزء الثالث وهو جزء مهم للغاية وهو حقوق الإنسان والحريات. وتحت هذا المحور أيضا ستكون هناك نقاشات ثرية جدا في يعني هيدخل فيها طبعا الإعلام، حريات التعبير، ملف العفو عن بعض المحبوسين، وده ملف طبعا مهم جدا. ملف العفو الرئاسي القائم الدولة بالفعل. المصرية والرئيس يعني تمت فيه خطوات إيجابية كتيرة جدا منذ يعني من فترة طويلة جدا، لكن خصوصا منذ تم الإعلان عن أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الدعوة للحوار في إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل الماضي. حصل فيه يعني إفراجات عن عدد لا بأس به. صحيح. والمجلس ومجلس الأمناء يعني على لسان منسقه العام الأستاذ ضياء رشوان يعني وجه الشكر للرئيس وللدولة المصرية على ما تم ومناشدة على أمل من مزيد إن شاء الله في الفترة المقبلة حتى يغلق هذا الملف ولا نعطي أحد فرصة للمتاجرة بهذا الموضوع. تتوقع مزيد من القرارات والإجراءات من السيد الرئيس فيما يتعلق في هذا الملف تحديدا؟ طبعا نتوقع يعني إن شاء الله. والدولة المصرية لم تخفي ده، وفي لجنة عفو شكلت بالفعل في هذا اليوم يوم الإفطار الدعوة الإفطار الأسرة المصرية، وعدد يعني تقريبا لا يمر شهر أو أقل إلا وفيه كل قائمة من ثلاث من أربع أيام كان فيه مجموعة تم الإفراج عنها بالفعل. فأنا متوقع ذلك إن شاء الله. طيب استاذ عماد خليني ارجع مع حضرتك مره اخرى. فانا اسف انا في جزء اللي هو ده فيما يتعلق بالملف السياسي. الملف السياسي حسم لانه اموره واضحه، حسم بمعنى ان احنا حددنا المحاور للنقاش. لكن نحن ودي النقطه المهمه جدا، الحوار الفعلي لم يبدا بعد. كل دي امور اجرائيه، كل ما تم ده امور اجرائيه يعني. حتى حتى المحور الاقتصادي والاجتماعي احنا لسه ما حددناش المحاور بتاعته. تم تشكيل لجنتين من مجلس الأمناء، كل لجنة تكون مهمتها تحديد الموضوعات التي ستناقش في المحور الاقتصادي أو المحور الاجتماعي. كل لجنة من أربعة من الأساتذة الفاضلين جوه مجلس الأمناء يفترض في الاجتماع الجاي اللي هو غالبا هيكون قبل نهاية هذا الشهر يتم فيه عرض مقترحات باللجان عشان الاجتماع يدخل يعني يوافق ويناقش ويحسم هذا الامر. هيتم العمل بالتوازي يا فندم ولا هيكون في اولويات لبعض القضايا؟ انا اظن ممكن يتم العمل بالتوازي، اظن انا مش يعني انا اتحدث هنا لانه في ظل عدم وجود قرار واضح. ليه؟ لانه المكونات ان اعضاء مجلس الاجراءات ما زالت تنعقد، فحتى لما فيش قرار يعني بالضبط. لا يعني انا قصدي انه انت في متخصصين في السياسه فهيشتغلوا في السياق بتاعهم، اللي هيشتغل في السياسه مش هيشتغل في الاقتصاد او في الاجتماع. وفكرة كمان نقطة مهمة جدا، المجلس الأمناء هو مش هو اللي هيعمل القرارات وحده، هو مجلس الأمناء يدير وينظم وقد يشارك في توجهات، لكن هو بيجيب خبراء ومدعوين من الخارج، من خارج المجلس مش من خارج البلاد يعني، أحسن حد يقول خبراء من الخارج. خبراء في مثلا في الاقتصاد،
من كل الاتجاهات السياسية والفكرية والفنية ويقعدوا يناقشوا قضية، أي قضية، قضية مثلا أسعار الفايدة، قضية الديون، أي ما سيصل إليه هيرفع في الآخر طبعا سواء مخرجات سياسية اجتماعية اقتصادية للسيد الرئيس. فبالتالي يمكن في هذه الحالة أن يكون هناك النقاش بالتوازي وليس بطريقة تراتبية. طب احنا بنتكلم على محاور ثلاث، سياسية اجتماعية اقتصادية، يعني تلقيتم أثناء فتح يعني تقديم المقترحات ربما عشرات الألاف لم يكن أكثر بكثير من المقترحات، إيه أكثر هذه القطاعات الثلاث كانت إقبالا من المواطنين؟ طبقا للمستشار محمود فوزي اللي هو رئيس الأمانة الفنية للحوار وهو رجل قانوني وقامة قانونية كبيرة صحيح. جدا يعني فيه أكثر من 96 ألف دعوة جات أو مساهمة مقترحة. الناس اللي بعتت أفكار أحزاب 65 حزب مصري، مؤسسات ونقابات وهيئات، تقريبا كل المجتمع المصري مشارك. شارك بصورة أو بأخرى عبر ممثليه سواء نواب سواء مؤسسات سواء نقابات، في صحفيين كتاب شخصيات عامة، عدد كبير جدا. والجهد الحقيقي اللي يمكن المهم اللي عملته الأمانة الفنية هو انك انت ازاي تقدر تصنف وتبوب هذه الافكار الكثيره جدا في رؤى واضحه او مسارات تقدر تتحرك من خلال الثلاث محاور الاساسيه اللي هي الاجتماعي الاقتصادي السياسي. تقريبا الثلاث قريبه من بعض، يعني في حد الاقتصادي طبعا بيحوز الاهتمام الاكبر، المجتمعي مهم جدا طبعا، السياسة فكان في حاجة 39 حاجة 29 حاجة 31، يعني ثلاث قريبين جدا من بعضهم البعض. لكن النقطة الجوهرية هي ايه؟ هناك قضايا متداخلة، في قضايا كتيرة جدا يمكن ان تقول عنها ان هي داخلة، يعني التعليم مثلا، التعليم هتصنفه سياسي ولا خدمي ولا مجتمعي ولا متشتتين يعني كلهم، هو طبعا من الممكن بالسهولة تقول والله هو قضية مجتمعية، هو بالفعل قضية مجتمعية صح، لكن هو قضية سياسية، الطريقة التي ستنفذ بها تطوير التعليم هو ده قرار سياسي. لكن لما هتيجي تقول انا عايز ابني مدارس وعايز ابني فصول وعايز اعمل، هذا قرار اقتصادي. طب هو انا يعني هو جزء اساسي من ربما تعثر تطوير التعليم في السنوات الماضية كلها هو موارد. التمويل، لان انت يعني بيتقال دايما كل انت محتاج ما اعرفش 250 الف فصل، كل فصل بيحتاج نص مليون يعني جنيه، ده انت بتكلم على معدلات حتى ما قبل 2011. طيب الفلوس دي هتجيبها منين؟ ولو خدت الفلوس دي هي موجودة في المجتمع هتكون على حساب موارد اخرى، بمعنى ان انا لما اجي اقول ان انا هعمل الاولوية، ودي نقطة مهمة جدا يعني بعيد عن الحوار بس عشان الناس تبقى واخده بالها، لما بتيجي دولة ما بتعمل طول والله ان انا قررت هركز في الاولوية بتاعتي في الفترة دي على التعليم او على الصناعة او على الصحة صح. والمثل ده انا هضرب بيه المثل، مهاتير محمد في ماليزيا لما جه يعمل النهضة المالزية الشهيرة جدا قعدوا يقولوا احنا الموارد بتاعتنا 100 دولار مثلا، ال 100 دولار دول متوزعين على كل القطاعات، لو انا خدت قرار ان انا هعمل التعليم تطوير التعليم يبقى انا في هذه الحالة مش هطور، مش هقرب من الطرق مثلا او الصحة، فيبقى الشعب عارف انه انا هوجه الفلوس كلها للتعليم، لكن محدش يشكو بقى في الفترة الجاية لمدة معينة من المجالات التانية. وبالتالي وهي دي النقطة المهمة جدا، ان يبقى في توافق وفهم ان انت مواردك محددة هتوديها فين، ده القرار بتاع المجتمع او القرار الحكومة مع المجتمع. وده اللي ممكن يقول للناس ايه، ان انا في لحظات في حد تاني يقول لا والله انا مش هقدر اعمل تطوير تعليم او صحة اللي هو البشر الا لما يكون عندي طريق او مستشفى صحيح. او مدرسة، هو انا هعمل تطوير تعليم بدون ما يبقى في مدرسة او هيبقى عندي تطوير صحة بدون ما يبقى عندي مستشفى واجهزة، ما دي كلها حجر، الناس بيقول لك ان احنا بدأنا بالحجر، لا الحجر مهم جدا جدا لانه بدونه مش هيبقى فيه البشر طبعا. وهنا استاذة يعني مدى اهمية فن التخطيط تحديدا لوضع الرؤية والمسار الصحيح اللي بتسير عليه الدولة الى المستقبل. ما هو انت عندك حاجتين، انت عندك مثلا وانت بتكلم في الحوار الوطني عندك رؤية 2030 وده جهد مهم جدا اتعمل، وعندك مثلا فيما يتعلق بالحريات اللي هي استراتيجية حقوق الانسان اللي صدرت، دي وثائق مهمة انت هتشتغل عليها، هل يعني رؤية 2030 على سبيل المثال مهمة، لكن حصل تطورات بعد ما وضعت هذه الرؤية
حصلت حاجتين في منتهى الأهمية، كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية. طيب ما انت في حاجات هتضطر انت وغيرك هتغير، في عدد كبير الانفاق جدا من الدول اضطر انه ياخد، كان عنده تصور معين انه ماشي في طريق معين، جات الحادثتين دول او يعني القضيتين دول لخبطوا الدنيا حرفيا. ده يمكن دول ظرفين مش ده. بس على مصر، يمكن على العالم. لا على العالم طبعاً. انا بقول لك انا استاذ عماد عشان الوقت يمكن خلاص بيخلص مننا، فعايز اسال حضرتك سريعا، زي ما حضرتك قلت اطروحات عديده، ملفات عديده ان كانت سياسيه اقتصاديه او اجتماعيه، هل تم تحديد سقف زمني للحوار الوطني؟ لا لن يتم تحديد سقف زمني، لكن المرجح برضه انا بتكلم على تقديري حتى لا الزم مجلس الامناء بشيء. يعني احنا ممكن بنتكلم على شهور قليله ان ممكن يبقى في مخرجات معينه في مجالات معينه، في حاجات تقدري تاخدي فيها قرار. الملف السياسي ليه ربما البدايه مش الاولويه، البدايه لان ربما اموره سهله، ممكن الامر يتعلق بتشريع بقرار والامور تمشي. لكن الملفات ظني ان المشكله الحقيقيه في النقاش هتبقى الاقتصاد الاجتماع. ليه؟ لان دي قضايا مش وليده اللحظه، هذه تراكمات طويله جدا. لكن ممكن تاخدي مؤشرات ليه. انا يعني قلت قبل كده وبأكرر، اتمنى ان مؤسسة الحوار الوطني يتحول الى مؤسسة مستمرة، لان احنا هنناقش قضايا معينة وهتحسم ان شاء الله. بس في قضايا كتيرة جدا يعني بالتعبير العام قضايا متلتلة مزمنة محتاجة نقاش مستمر ودائم، وحتى لو خلصنا من قضية ممكن يبقى في قضايا تانية في المستقبل. ففكرة الحوار الوطني ان يبقى فيه اطياف مختلفة من المجتمع المصري موجودة بتناقش كل قضاياها، لأنه دي ظاهرة صحية. أنا تقديري أنه حصل فيه انفراجة يعني مزيد من الدم في شرايين المجتمع المصري كله مع الحوار، لأنه فتح سكة أكتر، عزز المناعة بتاعة الوطنية المصرية، الجسد المصري. غالبية المجتمع المصري مدعو لهذا الحوار باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء، وبالتالي دي حاجة ممتازة ومهمة. نتمنى إن شاء الله إنها تنجح، وأنا ظن إنها تنجح لأن النقاشات اللي أنا شفتها بعيني جوه الاجتماعين اللي فاتوا دول على أعلى مستوى، في حرص حقيقي صحيح. وفيه رقي في الحوار، وإن شاء الله يصل إلى أهدافه. بأي حال يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن أبداً. الوطن قضية وما زال للحديث بقية، نحن نبحث عن مساحة مشتركة تجمع كل ده شعار المجتمع المصري. المساحات المشتركة. أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا لحضرتك. شكرا لك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، كنا مع حضراتكم أنا جمانة ماهر وأحمد عبد الصمد وأيضا زميلتنا العزيزة ليندا عبد اللطيف. إن شاء الله صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.